صباح الخير عليكم مشاهدينا، اهلا بكم وحلقه جديده ونهايه الاسبوع. النهارده الجمعه 20 ابريل 2018، 9 صباحا بتوقيت القاهره. ان شاء الله يا رب يكون يوم سعيد على كل اللي بيشوفونا وكل مشاهدي نهايه الاسبوع. بنسعد بصحبتكم على مدار الساعتين ونص اللي جايين علشان نستعرض كل احداث الاسبوع الماضي، وايضا نتطرق لفقراتنا المعتاده سواء الفقرات الخدميه او الفقرات الاجتماعيه. هنلتقي النهاردة وتحليل لأبرز الأحداث والأخبار هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي، وهيكون ضيفنا للتحليل زميلنا الكاتب الصحفي أستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وهيشرح لنا ويعلق لنا على أهم وأبرز أحداث الأسبوع. فقرتنا الثانية الحقيقة هنتكلم فيها عن حماية المستهلك وضبط الأسواق. هل القانون الجديد لحماية المستهلك هيقضي على ارتفاع الأسعار؟ هيقضي على الجشع بتاع التجار اللي كل تاجر يحط الأسعار اللي عايزها؟ وهل احنا يعني هنستفيد ازاي وامتى بالظبط من هذا القانون؟ وايه هو القانون ده بالظبط؟ ده اللي هنعرفه في فقرتنا الثانيه اللي هيشرفنا وينورنا فيها النائب أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي وأحد مقدمي مشروع هذا القانون. أما فقرتنا الثالثة والأخيرة مشاهدينا، زي ما عودناكم طبعا هنتكلم فيها عن مشاكلنا الاجتماعية المعتادة، والنهاردة هنناقش ملف مهم جدا. وأنا عارفة أن أنتم كنتم يعني طلبتوا الحكاية دي مننا كذا مرة، ويعني كنا الحقيقة بنشوف آخر مستجدات الموضوع ده إيه. النفقة اتحولت لمجال أو طريقة لتصفية الحسابات ونسيان الفضل بين الأزواج. كمان هنناقش هل من حق الزوجة اللي بتكون سبب في الطلاق إن هي تحصل على نفقة المتعة ولا لا؟ أنواع النفقات إيه بالظبط؟ الحقيقة أنا يعني هتطرق كمان في القصة دي لموضوع ان احنا ايه اللي بيوصلنا لده اصلا من الاول. عموما انا مستنيه كل اقتراحاتكم وكل ارائكم، لو حد عنده اي مشكله في الموضوع ده يحاول يكلمنا او يبعت لنا على صفحتنا على فيسبوك نهايه الاسبوع نكتب بالعربي. ضيوفنا في هذه الفقره هيكون استاذه منى الكراشي المحاميه المهتمه بشؤون المراه، ايضا مستشار عصام عجاج المحامي بالنقد. يسعدني طبعا تواصلكم، و خلونا نروح سريعا قبل ما نروح لفقرتنا الصحفية لهذا التقرير، حيث سلم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من عقود عدد كبير من العقود، تقريبا 5000 وحدة سكنية، 250 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بمدينة السادات، وسط فرحة غامرة من الفائزين بالوحدات. خلونا نشوف التقرير ونعود مرة أخرى مشاهدينا، ابقوا معنا. موقع الإسكان الاجتماعي في مدينة السادات، ويمكن احنا عندنا في مدينة السادات لوحدها في مشروع الإسكان الاجتماعي أكتر من 10,000 وحدة إسكان اجتماعي. يعني بالفعل احنا كنا خلصنا منهم حوالي 4,000 وشوية، والنهاردة يمكن الموقع ده بنستكمل بيه الوحدات. يمكن أهمية هذا الموقع ان هو موقع متكامل على بعضه في كل الخدمات. يعني قدام حضراتكم اهي المبنى، الحضانة، في السوق التجاري على بعد خطوات، المدرسة ان شاء الله العام الدراسي القادم هتكون شغالة. هذه الأراضي كلها كانت متعدى عليها للأسف، وكانت يعني تم التعدي عليها من مواطنين، ولكن الدولة يعني في إطار إنفاذ يعني القانون استردت حقوقها في هذه الأراضي. والحمد لله النهاردة هو في خلال عامين بقى عندنا هذا المشروع الكبير جدا كواقع قدام حضراتكم، عشان برضو يستفيد منه بقى المواطنين اللي يستحقوا هذه النوعية من المشروعات. استاذ جميل جدا فعلا. انا بقالي اولا 10 سنين كل ما اقدم كل ما ترجع تاني بتحصل يعني اختلافات، لغايه الحمد لله رب العالمين النهارده
ما كناش متوقعين ان احنا هنستلم العقد النهارده. طبعا المقاسات اللي هم قالوا لنا عليها في الكراسه هي 90 متر هم كل المواصفات اللي هم قالوا لنا عليها في الكراسه وكل الشروط موجوده فيها تمام. احنا مقدم من سنه 2014 من فتره طويله، بس الحمد لله يعني كان خير، يعني خدت في مكان مميز، الزيتون حي مميز، يعني يعتبر من احسن الحاجات اللي اتعملت في مدينه السادات حي الزيتون، فده كان من حظ ان التاخير ده طلع في مصلحتي ان انا خدت هنا لا دوره جاي استنى هياخد حاجه حلوه. رفع مرتبات ومعاشات الوزراء، منظومة التعليم الجديدة، أداء البرلمان، العدوان الثلاثي على سوريا، والقمة العربية، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل هذا وأكثر بعد هذا الفاصل. مشاهدينا هنلتقي مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. ابقوا معنا ونهاية الأسبوع. أشكركم مرة أخرى مشاهدي برنامج نهاية الأسبوع وفقرتنا الصحفية. يسعدنا أن نرحب بضيفنا العزيز اللي نورنا في الاستوديو، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا بك أستاذ أحمد. منورنا في نهاية الأسبوع. والحقيقة عندنا كذا موضوع نتكلم فيه النهاردة، وخلينا نبدأها بمنظومة التعليم الجديدة. وكما صرح دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خطة بناء الإنسان المصري. أنا مش عايز أتكلم في المنظومة على قد ما أنا عايز أتكلم في التصريح ده، أو فيما يقصده دكتور طارق شوقي في بناء الإنسان المصري، كيف سيؤثر هذا النظام لاحقا على الشخصية المصرية. ما هو مؤكد يا استاذ مهن ان احد العيوب الجوهرية اللي كشفتها لنا السنين اللي فاتت انك انت عندك عيب جوهري في المكون البنائي للشخصية المصرية. والشخصية المصرية هي عبارة عن المواطنين المصريين اللي بيتجمعوا في النهاية جنب بعض بيبرزوا ملامح المواطنة المصرية. في عيب كبير جدا في بناء هذه الشخصية لجمهورية مصر العربية، والعيب ده جاي من مكونات الأفراد اللي بيعيشوا على أرض جمهورية مصر العربية. المطلب الرئيسي كان للمواطن المصري دائما أبدا طول الوقت كان بيروح لناحيتين في منتهى الأهمية، مطلبين في منتهى الأهمية. المطلب الأول بيتعلق بالصحة، والمطلب الثاني بيتعلق بالتعليم. يمكن أحد الحاجات الرئيسية اللي كان المواطن بيطلبها، ويمكن اللي احنا شفناها كتير في المؤتمرات اللي كانت معمولة لدعم السيد الرئيس، احنا عايزين التعليم يا رئيس، التعليم يا رئيس. ده يمكن ترجمة بسيطة لمطالب المواطنين، الاهتمام بمكون التعليم. ومكون التعليم انت بتعيدي هيكلة مش مناهج التعليم، ولكن الرؤية اللي بيطرحها دكتور طارق شوقي وفقا للتصريح اللي هو قاله اللي حضرتك بتأكدي عليه، ان هو هيعيد بناء شخصية المواطن المصري، انك انت هتطلعي شخصية مختلفة لمصر في النهاية عبر منظومة تعليمية. تمام. هتهتم ببناء مش الفكر. بناء تعليمي بناء لكن الفكر. هتهتمي ببناء الفكر، هتهتمي ببناء مقومات شخصية فيها مكون ثقافي، فيها مكون روحي، فيها مكون اجتماعي سليم، يعني شخصية تطلع شخصية سوية. تمام. على كافة مناحي الحياة. طبعا لو حصل هذا النوع من التوازن في الجوانب المختلفة دي، مؤكد انك انت في النهاية هيكون في قدر من الاهتمام بالبرامج التعليمية، لانك انت لو شخص مهمل عنده كل هذه الجوانب، مؤكد ان البرامج التعليمية نفسها كمان هيتم اهمالها، وده اللي ثابت في التوقيت اللي احنا بنعيشه ده. طب حضرتك شايف ان المنظومة اللي موجودة حاليا مؤهلة لهذا التطوير، خاصة وان الجميع دلوقتي يعني اقتنع تماما ان قضية التعليم هي يعني قضية امن قومي؟ لا، ما هو الدكتور طارق شوقي واضح ان هو حاطط خطة، هتبتدي بقى الخطة الجديدة اللي هي هتبتدي مع الاجيال الجديدة اللي هتبتدي تدخل المراحل اللي هي من الحضانة اللي هي البناء بقى، لانك انت هتشوفي شخصيه مختلفه بقى، هتتوقعي شخصيه مختلفه. الناس لما تعودت استاذ احمد على حاجه، فبقى عندنا 90 مليون خبير تعليمي بيتكلم وبيقيم هذه المنظومه حتى قبل ان يعني نجربها. الدكتور طارق شوقي قال الطالب هيعتاد،
وهو داخل معترك أعتقد، لأن في ناس حتى من أولياء الأمور رافضين ده وعايزين نظام التعليم اللي بيعتمد على قياس قدرة الطالب على الحفظ فقط. لا، ما هو إحنا عانينا الأمرين من منظومة التعليم دي، وعانينا الأمرين منها كان نتاجها النهائي إن كلنا لازم نعترف، كلنا عندنا أولاد في التعليم، كلنا عندنا إشكاليات حقيقية في التعامل مع هؤلاء الأولاد في المراحل التعليمية المختلفة، كلنا فقدنا العلاقة بين الطالب وبين المدرسة، كلنا فقدنا العلاقة بين الطالب العلاقة السوية بين الطالب وبين المدرس بتاعه، كلنا فقدنا العلاقة بين الطالب والدولة، وده مهم جدا، الطالب والدولة دي حاجة فقدتها. لأن الشخصية في النهاية أنت لما بتدخلي الطالب المدرسة أول حاجات بناء الولاء والوطنية والانتماء والهوية بتكون من خلال المدرسة. لو المدرسة ما قدرتش تخلق ده في الطالب من نشأته، طبعا ده بيكون فقدان لأولى مقومات بناء شخصية تنتمي لهذا لتراب هذا الوطن. فلو انت ما قدرتيش تعملي ده في الطالب، انت بتخسري كتير جدا في المستقبل. اللي احنا وصلين له النهاردة احد اسبابه الرئيسية مكونات العملية التعليمية والبرامج التعليمية المختلفة اللي احنا مرينا بيها، اللي كانت قائمة على فكرة التلقين وليس البناء شخصية متكاملة. فانت النهاردة محتاجة تعملي ثورة في المجال ده، ومن حقنا ان احنا نشوف نموذج زي نموذج دكتور طارق شوقي، ان هو يحاول ان يصلح من هذا المجال، يحاول ان يطور في هذا المجال، يحاول ان هو يقدم للدولة المصرية وللشعب المصري ما يستحقه من نموذج تعليمي بناء على خبرات كتير. النموذج اللي الدكتور طارق شوقي بيطرحه مش جاي، وعلى فكرة دكتور طارق شوقي طالما اعتذر عن المنصب ده لأكثر من مرة، وأفتكر أن كان في أحد مؤتمرات الشباب السيد الرئيس توجه للدكتور طارق شوقي واتكلم وقال له يا ريت، بعد ما عرض أفكاره وقال له يا ريت تنفذ الأفكار دي وأنت في المنصب. الأفكار تتنفذ. أفتكر أن الدكتور طارق شوقي لما تولى المنصب، مصر بحاجة إلى أبنائها اللي احنا نقدر نجيبهم من مناطق، يعني كتير من الكفاءات المصرية بتبقى بتتولى مناصب تنفيذية ومناصب بالزبط. مهمة في شركات قطاع خاص. الدولة المصرية ليها حق على أولادها ان هم ييجوا زي دكتور طارق شوقي ونماذج كتير جدا زيه في الفترة الأخيرة يدوا خبراتهم الحقيقية، لأن احنا عندنا خبرات كبيرة جدا في مجال زي مجال التعليم. دكتور طارق شوقي من أكتر الناس اللي عندهم خبرات واستفاد بتجارب دول مختلفة من كافة دول العالم، ان هو ينقل الخبرات دي ويترجمها في نموذج يصلح للتطبيق في الحالة المصرية. والحقيقة هو كمان واضح انه يعني قارئ جيد للحال بتاع التعليم وحال ردود افعال الناس. انا من ضمن ردود الافعال، وخليني اكلم حضرتك بصراحة استاذ احمد، في ناس كتير اتكلمت على قرض البنك الدولي وقالت انه كتير قوي على ميزانية التعليم، وده مبدئيا كده اول ما اقول حاجة زي دي انا بفكر غلط. لا، التعليم ما هو يعني يعني ازاي اقول حاجه زي كده؟ امال اصرف في ايه يا فندم؟ يعني هصرف الفلوس في ايه؟ انا لو ما صرفتش على التعليم واصلاح التعليم انا مش هلاقي مردود، يعني هلاقي بقيه الحاجات بقى مش هلاقي اللي انا عايزه. ما انت لازم تفهم يعني اللي بيتكلم لازم يشوف بيتصرف على التعليم في دولة زي الدولة اللي بتكنلنا كل العداء، زي دولة الكيان الإسرائيلي، هذا كيان الصهيوني المستعمر، لما يشوفوا التعليم بيتصرف عليه قد إيه هناك، لما يشوفوا التعليم بيتصرف عليه قد إيه في المراكز البحثية والمراكز العلمية، لما يشوفوا التعليم بيتصرف عليه قد إيه في الجامعات هناك، لما يشوفوا الطالب بيتصرف عليه قد إيه هناك علشان يؤهل في أهم المراكز العلمية والبحثية في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، اللي هم بالطبع بيقدموا لهم تسهيلات كتير بس الطالب بيتصرف عليه برضه، مردوده ده إيه في الآخر على تقدم الدولة دي؟ لا، التعليم لابد الدولة المصرية، أنتوا كنتوا بتطالبوا بإصلاح التعليم، لما ناخد قرض علشان نصرف على التعليم، لا، ده من أولوية من الأولويات المهمة للدولة المصرية، ولازم نكون بنبص للموضوع ده بصورة أكبر من الاستحسان ونتقبله، لأن هو ده أولوية أولى للمجتمع المصري. الأولويتين الحقيقة، الصحة والتعليم، إلى جانب الاستراتيجية الدائمة للدولة المصرية في البناء والتنمية ومكافحة الإرهاب. تمام، هرجع لحضرتك في النقطة دي وهنرجع محليا تاني، بس خلينا نتكلم بقى عن العدوان الثلاثي على سوريا وردود أفعال الدول تحديدا، خلينا نقول موقف السعودية، موقف البحرين، موقف قطر، موقف الكويت، لبنان، كل دولة كان ليها موقف أو تعقيب على هذا العدوان الثلاثي اللي تم من تقريبا أسبوع.
بص يا فندم، الأرض السورية هي أرض عربية، والجيش اللي موجود في سوريا بيحارب بقاله 7 سنين هو الجيش الوطني السوري اللي هو الجيش الأول، والجيش الثاني والجيش الثالث هم اللي موجودين في الدولة المصرية، ده من أيام الوحدة المصرية السورية. تمام. اللي احنا لازم نفهمه أن الدولة المصرية لا تدافع عن نظام سياسي، هي تدافع عن أرض عربية، دولة عربية بناء على منطلقات ثابتة في سياستها الخارجية. السياسة الخارجية المصرية لما الدولة المصرية تعافت بتقوم على الدفاع عن ثوابت رئيسية لا يمكن التخلي عنها. تمام. الحفاظ على الهوية الوطنية للدولة العربية كدولة قائمة، النيشن ستيت نفسها لابد ان احنا نحافظ عليها دون انتقاص من سيادتها ودون محاولة افشالها او تركيحها. النقطة الثانية ان احنا مهم جدا ان احنا نركز على انه لا ينبغي ان نسمح بانهيار مؤسسات هذه الدول، هذه الدول لا ينبغي ان نسمح بانهيار مؤسساتها ايا كانت هذه المؤسسات، سواء مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية. مؤسسات تنفيذية بنعني بها السلطات. مش بنعني نظام الحكم، او ان احنا نسمح بانزلاقها الى حد انهيار الجيش الوطني بتاعها. تمام. ليه؟ لان انهيار الجيش الوطني بتاعها خاصة في الحالة السورية هيمثل اضعاف للموقف المصري في النهاية، لان الموقف المصري في النهاية في مواجهة العدو الإسرائيلي اللي هو الصراع العربي الإسرائيلي في الأساس قائم على الصراع معاه، واللي كل اللي بيحصل في المنطقة هو ده ركيزته الرئيسية. لازم نفهم أن المعادلة بتختل كثيرا في الفترة الأخيرة مع انهيارات جيوش زي الجيش العراقي اللي تم تفكيكه بقرار بول برايمر بحل الجيش العراقي، أول قرار خده لما دخلوا العراق. فخلينا نبقى متفهمين أكتر ده، ولازم نفهم أن كلمة السيد الرئيس كانت واضحة تماما أمام القمة العربية، وحمل كل دولة من الدول مسؤولياتها بالزبط. ووضح خطورة المرحلة اللي احنا وصلنا ليها، وان التقاعس والتهاون العربي ودعم بعض الأنظمة العربية لجماعات ما تطلق بالمعارضة المعتدلة في الداخل السوري، وسمح بتمدد دولة إقليمية وتحديدا اللي هي تركيا في شمال سوريا وفي شمال العراق بتدخل وبتخرج، يعني الوضع مأساوي، وضع مهترئ. وفي نفس الوقت بقية الدول العربية، ليبيا دولة فيها أزمات كتير ومهددة، اليمن فيها أزمات كتير، واليمن بقت مرتع لجماعة عرقية بتحاول أنها تهدد الأمن القومي السعودي. فالمنطقة العربية كلها في حالة اشتعال، لكن الدولة السورية بالذات في هذا التوقيت لازم نفهم أن الصراع عليها مش صراع إقليمي بس، هو صراع دولي. والضربة السورية في ضربة العدوان الثلاثي على سوريا في التوقيت ده هم فاهمين كويس قوي ان الصراع في طريقه الى النهاية، وان النظام السوري في طريقه الى احكام القبضة فعلا. مزبوط. بس هو بيضرب انا عايز اعرف بقى وجهة نظر حضرتك، الضربة المقصود منها ايه؟ الجميع لم يتوقع، او خلينا نقول انه ما توقعش ضربة، وبعض المحللين توقعوا ضربة تمثيلية، واعتقد ان الناس كانت بتقول الضربه دي تمثيليه، ورد فعل بشار الاسد بعديها اكد ان الضربه مش يعني ضربه علشان الحفظ ماء وجه امريكا. لا 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 لا، بالعكس الضربه خلينا نقول الرايين ونقول الرايين. هقول لحضرتك الضربه بمنتهى الواقعيه الشديده هدفها المباشر ان هي تحط على ارض الواقع خريطة جديدة لتقسيم النفوذ في الأرض السورية، بمعنى أن هم اللي وجهوا الضربة دي بيبحثوا عن مرحلة ما بعد سيطرة النظام السوري على الأرض. هم قياس ردود الفعل؟ لا لا لا، هم بيدوروا على مرحلة إعمار سوريا، والخناقة هتبقى على مين هتبقى ليه النسبة الأكبر، سواء دول أو شركات عابره للقارات اللي هي المالتي ناشونال كامبانيز اللي بتشتغل في المنطقه، الصراع على الغاز والنفط السوري، الصراع على انابيب الغاز اللي هيتم مدها، واني انابيب هيبقى ليها الاولويه للمرور من الاراضي السوريه للوصول الى اوروبا.
فالامور شائكه جدا. الضربه دي كانت بتحاول شويه تقول احنا موجودين ومش ولا يجب ان يتم استبعادنا من المعادله اللي هتتم على الارض السوريه. طبعا روسيا تعاملت مع الامر باريحيه شديده جدا وبحصافه شديده جدا. تمام. واتصور ان هي خرجت روسيا باعتبارها اللاعب الاكثر حظا الاوفر حظا في التحكم في مين اللي هيكون متواجد على الارض. ويمكن ردود الافعال كلها يعني الاتحاد الاوروبي، الدول الكبيره في المانيا هولندا، الدول الكبيره اقتصاديا اللي هي ليها مصلحه في الدخول في الداخل السوري في مرحله اعمار سوريا، الدول دي متحفظه شويه على الضربه، ما شاركتش في الضربه. ابتدت تتكلم عن مرحله اعمار سوريا هيكون ليها دور ايه، يعني الكلام كله رايح في المرحله دي. ويمكن السيد الرئيس في كلمته برضو قدام القمه العربيه لمح لده، قال انه لا يمكن ان حد يتصور ان هتتم اي تسويه سياسيه واحنا قاعدين بنتفرج. والتسويه السياسيه بتتم من لاعبين بيحبوا يحطوا نفسهم يفرضوا نفسهم على الارض السوريه والاطراف العربيه مش موجوده. بس ده كان تصريح جريء وصريح جدا خصوصا في وقت زي ده. ما هو لازم ان هو زي ما سيادتك قلت تحميل المسؤوليه لدور الدول العربيه، خاصه ان بعض مواقف الدول كانت يعني مش مفهومه. يعني في ناس قالت ان المواقف مش مفهومه، وعندما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه التصريحات كان يعني اننا جميعا مسؤولين، ان احنا كعرب كلنا مسؤولين عن اللي حصل وكل واحد لازم يبقى ليه دور. ما هو اذا كانت بعض السياسات كادت ان تطيح بالدوله الكبيره ايضا، يعني اذا كنتم انتم بسياساتكم دي بتخربكم ده بدعمكم لهذه العناصر التكفيريه الارهابيه كنتم هتطيحوا بالدولة المصرية اللي انتم حسيتم بالخطر الشديد جدا لما ابتدى يطول اطرافكم، فابتديتوا تستوعبوا ان انهيار الدولة المصرية ممكن ان يهددكم، فابتديتم تستوعبوا ان خطأ حساباتكم، ابتديتوا تراجعوا حساباتكم مرة تانية. لا، كانت في مشكلة حقيقية وكان لابد من هذه القسوة وهذه الحدة الشديدة في ايضاح الامور المغلفه بدبلوماسيه برضه. يعني مظبوط، بس كان هي كانت برضه كان شديدا لكنه كان مغلف بدبلوماسيه وحط كل طرف قدام مسؤولياته وحط كل طرف قدام مهامه المستقبليه وطالب يعني ان تكون هناك وحده عربيه على القضايا اللي يمكن ان نتوحد عليها وما تفرقناش، وحط السياسات واستراتيجيات على فكرة. يعني القراءة المتعمقة الدقيقة في هذا الخطاب، لا الخطاب يتضمن خطة تحرك، يتضمن استراتيجيات للعمل، يتضمن ايه النقط اللي ممكن نقف عليها علشان نقدر نعمل وحدة عربية ديناميكية حقيقية تجاه قضايا حلة يمكن ان تساعد في البناء للمستقبل ناحية وحدة عربية اكبر. وده بناء على إدراك من القيادة السياسية المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بالزبط. الموضوع تحقيق الوحدة العربية لابد أنه يتحقق في توقيت في إدراك جماعي لمصدر خطر رئيسي. يعني دايما أبدا كنا بنقول القضية الفلسطينية هي اللي بتحرك الشعوب العربية لكنها أو وقادة العرب، بس مش هو ده الحقيقة اللي كان ممكن يوحدهم، إنما قضية زي قضية الإرهاب يمكن أن تكون المحرك الرئيسي، لأن الإرهاب يهدد كثير من الأنظمة وبيهدد عروش ومقاعد كثير من الرؤساء والأمراء والملوك، فبالتالي ده محرك مهم جدا ممكن أن تتوحد تحته القيادات العربية وممكن يكون نواب فعلا لتحقيق وحدة عربية تبدأ من هذه الأرضية. مظبوط. وجهود مصر الحقيقة في مكافحة الإرهاب، خلينا نقول إن يعني مصر بتحارب الإرهاب لوحدها، وبعد هذه القمة عندما تم توزيع بعض الأدوار خلينا نقول أن كل ده في إطار مكافحة الإرهاب. إحنا واصلين نتيجة كويسة قوي أستاذ أحمد في مكافحة الإرهاب، بس مشهد بقى خلينا نشوف كده من فوق مشهد مكافحة الإرهاب الأيام دي وبعد الضربة السورية واللي بيحصل كمان في سيناء، المشهد بتاع الإرهاب ومشهد مكافحة الإرهاب حضرتك شايفه بقى مستقبلا عامل إزاي؟ إحنا هنوصل لإيه؟ بس إحنا يعني في إطار طبعا إن إحنا حققنا نشاط كبير جدا وجزء كبير جدا من هذه المهمة. هو اللي خلق هذه التنظيمات
خلقها ليه وبيستخدمها ليه، وهل هيهدف الى استقرار هذه المنطقة ولا لا. هو اصل هذه التنظيمات لم تخلق ولم توفر لها كل هذه الأسلحة، ولم يوفر لها كل هذا الدعم عبر الدويلات الإقليمية اللي موجودة او الفاعلين الإقليميين اللي هم ممكن يهددوا كدول دول كبيرة في المنطقة العربية. يعني أو مش ممكن نتخيل ان دول قطر او تركيا او ايران دول هم ممكن يكونوا الفاعلين المؤثرين او المحركين الرئيسيين في المشهد. لا، ده دول محركين بالوكالة للاعبين اكبر هدفهم زعزعة الامن والاستقرار في هذه المنطقة عبر دور الوسيط، بيلعبوا دور الوسيط بين اللاعب الاكبر او الشيطان الاعظم او مجموعة الشياطين الاعظم اللي هم بيحركوا دول بالوكالة علشان يتحكموا في هذه التنظيمات، يوفروا لهم المنصات والملذات المنافذ الأمنة اللي بيطلعوا منها الإعلاميين بتوعهم، يوفروا لهم الدعم اللوجستي، يوفروا لهم المناطق اللي ممكن يقعدوا يعملوا فيها اجتماعات، يوفروا لهم الإمدادات. يعني انت بتشوفي سيارات من أحدث طرازات بنشوفها في بعض الأحيان موجودة ومستوردة من بلاد تصنيعها باسم دول بعينها. مش سيارات بس، يعني هو الموضوع يعني نقول الدعم اللوجستي غير السلاح، غير الذخيرة، غير الأطعمة، غير ان الدول نفسها اللي هي بتقول ان هي بتكافح. يعني الولايات المتحدة الأمريكية اكتر من مرة وهي بتقول ان هي بتكافح داعش وان هي بتهزم داعش، اكتر من مرة بنشوفها بتلقي بالخطأ بدل ما بتلقي بالصواريخ والقنابل بالدقة الشديدة اللي هي بتلقيها على المدن العربية سواء في بغداد أو في دمشق. لا، هي بتلقى عليهم بالطعام وبتمدهم بالأسلحة، وده بيكون بالخطأ. وكان ده الكلام ده بيحصل في ليبيا برضو بالخطأ برضو من ساعة النيتو برضو. فالخطأ بيبقى بالنسبة لنا إحنا بالنسبة لهم هم بيكون أغذية، بيكون بالنسبة لهم أسلحة، إنما بالنسبة للدول العربية بيكون استهداف بالفعل للدول الأكثر تهديدا لمصالح الفاعلين الأكبر أو اللاعبين الأكبر. فخلينا دايما مستوعبين أن قضية الإرهاب ستظل قضية مؤرقة طالما في تفكير من برة ان يتم استخدام الارهاب. يعني انت ممكن يطلع لك تنظيم باسم جديد، ممكن يطلع لك ما هو هي دي نقطة بقى، ان احنا كل شوية بيطلع لنا عصابة باسم جديد تحت بعض يعني التصرفات، بس في النهايه هي واحده، يعني الاوتلاينز بتاعتهم حاجه واحده اللي هيرجع بس اسامي اللي يعني هنقعد نقول معرفش طالبان، هنقعد نقول داعش، هنقعد بعد كده يطلع لنا حاجه تانية. اللي هيرجع تاريخهم هيفهم ده. لا ده تاريخهم من زمان جدا، والعقيده بتاعتهم واحده، هم ناس مأجوره جدا. بس ما ينفعش كمان، يعني احنا كمان اعلاميا احنا تناولاتنا عايز حضرتك برضو تقولي تناولتنا لمثل هذه الأحداث، خاصة خلينا نقول ما ننفعش بما أننا اتكلمنا عن الإرهاب أن احنا ما نتكلمش على تصفية القيادي الإرهابي اللي اتصفى مؤخرا في سيناء. وهذه الرسائل بقى لينا احنا صورته اهي يا أستاذ أحمد قدامنا. ده أحد القياديين الإرهابيين اللي تمت تصفيته، وهذه الرسالة لينا إحنا كمواطنين مصريين، رسالة مطمئنة جدا، وبنقول إن إحنا قريبا إن شاء الله ما نشوفش كده، ونشوف تنمية وصناعة ويعني قوة في سيناء، قوة صناعية وتنموية وقوة أمنية. الرسائل بقى يعني خلينا نقول الجانب اللي بيعادينا مثل هذه الرسائل، يقرأها السيد. الرسائل دي المصريين هيشوفوها في احتفالية 25 إبريل إن شاء الله الدولة المصرية هتعملها. والرسائل دي هتكون واصلة من الدولة المصرية بوضوح شديد. عيد تحرير سيناء المصريين لازم يفهموا إن دم المصريين اللي اتدفع في سيناء علشان نستعيدها في أكتوبر 73 ونحررها التحرير الكامل في 25 إبريل، ثم نستعيد النقطة اللي كانت باقية اللي هي طابة. دم المصريين اللي راح ده مش سهل إن احنا نضحي بيه، ما ينفعش ان ننساه بقى خلاص كده يعني. والكفاح مستمر لغايه النهارده. خلي بال حضرتك اللي بيحصل مع الدوله المصريه، استهداف الدوله المصريه بالتحديد، استهداف النقاط الطرفيه سواء سيناء، سواء الجنوب عندنا، سواء الحدود الغربيه،
هو استهداف النقاط اللي هي فيها ممكن يأثر فيها او ان هو بيتصورها ان هي مناطق طرفية، وده دايما في الدول الكبيرة بتبقى ما فيهاش عدد سكان كبير، ما بيبقاش فيها اهتمام مهملة بالظبط، فبيحاول ان هو يدخل يضرب فيها. علشان كده مشروعات التنمية الكبيرة اللي المصريين شافوها الفترة اللي فاتت، وعشان كده كم الافتتاحات المصريين كانوا لازم يبقوا حريصين جدا يتابعوها طول الست سبع شهور بالظبط. اصل في ناس بتسال احنا بنعمل كل ده ليه؟ ما هو دي الايد الثانيه لمكافحه الارهاب. ما هو انا ما ينفعش ان انا يعني اعمل حاجه والثانيه لا. هو طبعا الموضوع غايه في الصعوبه والدقه، بس احنا لازم نبني واحنا بنحارب. ما هو لازم نبني واحنا بنحارب، ده مهم جدا، بس احنا بنبني ايه وازاي وهدفنا ايه؟ احنا هدفنا مش بناء تقليدي، ده احنا هدفنا بناء غير تقليدي، وهدفنا بناء سينا مختلفة تماما، وهدفنا بناء مش مساكن ومجتمعات عمرانية وخلاص، يعني لان دايما سينا كان بيتعامل معاها ان هي احنا بنبني مساكن، وده كان احد عوامل عدم الجذب في الفترات الغلط كبيرة. وفكر خاطئ تماما بالظبط، انما انت بتبني فعلا تجمعات اقتصادية على مشروعات اقتصادية تخصصية تصلح لطبيعة المجتمع اللي هي بتقوم فيه، طبيعة يعني طبيعة الأرض وطبيعة المية وطبيعة، لأن كل مشروع اقتصادي لازم يقوم على طبيعة المساحة اللي هو بيشتغل فيها بالظبط، طبيعة المكان، وبناء عليه في استفادة هتيجي لأهل للمصريين اللي هناك، وفي استفادة هتيجي للمصريين اللي هيجوا من الوادي يروحوا لأخواتهم في سيناء يقعدوا معاهم ويعمروا سيناء، غير فكرة ان انا ابني بلوكات سكنية وانقل المصريين من الوادي يروحوا ويقعدوا مع المصريين اللي في سيناء، فالامر مختلف. تمام، فده متواكب بقى مع اللي حضرتك بتقوليه، ده العملية سيناء الشاملة سيناء 2018. ولما بنتكلم على العملية الشاملة مش سيناء بس، ما هو ده اللي المصريين برضو لازم يفهموا، العملية مش سيناء بس، الشمولية في العملية سيناء 2018 ان هي شمولية كل الارض المصريه، كل المياه المصريه، كل الجو المصري بالظبط، دوله بالكامل، شامله الدوله بالكامل. واحنا يعني مثل وجود مثل هؤلاء الارهابيين ده اللي تم تصويره، ده امين تنظيم بيت المقدس ناصر ابو زقول في وسط سيناء، في وسط سيناء. وحضرتك بتتكلم دلوقتي انا الحقيقه جاي في في في, في دماغي حاجه، الإرهابيين أو الأعداء دول واضح جدا للأسف، أنا دايما أحب أواجه الحقيقة عشان نعرف بس يعني نحلها إزاي أو نحل المشكلة إزاي. الناس دي عارفة قيمة سيناء أو عارفة قيمة مصر أكتر من ناس كتير قوي عايشة هنا. إحنا ما بقيناش عارفين هذه القيمة، عشان كده إحنا بنتفرج على العملية الشاملة، أنا بتكلم علينا او على المدنيين او على ناس كتيره، وده بيرجعني برضو للتعليم، بيرجعني حاجات كتيره بالظبط. انا كنت يعني هقول لحضرتك على النقطه دي، الناس عارفه فاهمه اكتر مننا، دي اكتر حقيقه مؤلمه ممكن الواحد يحس بيها دلوقتي. وقوع كثير من الشباب المصري فريسه اولا لمواقع التواصل الاجتماعي، فريسه لمثل هذه التنظيمات التكفيريه وافكارها المتطرفه، لان هو بيبتدي بفكر متطرف ثم يتم تجنيده لغايه ما يبقى شخص ارهابي. كل ده انت ممكن تتغاضي عنه ببناء شخصية مصرية متكاملة من خلال عملية تعليمية. في جوانب تانية متضافرة مع العملية التعليمية، اصلاح احوال اجتماعية، اصلاح احوال معيشية، اصلاح مؤسسات ثقافية، اصلاح الجانب الفني، في حاجات تانية. انا لو عندي اصلاح تعليمي وصحي جيد هصلح الحاجات دي بالتبعية، بس البداية التعليم، وده دليل على ان طب احنا ليه عندنا التعليم والاسرة. خلي بال حضرتك التعليم والاسرة، لان انت في نقطة في البرنامج عند حضرتك انا سمعتك في الانترو هتناقشيها، التعليم والاسرة مهمين جدا. هو التفكك الاسري نوع من انواع الارهاب، يعني بيولد ارهاب بالزبط. وانا ما بعفيش اي حد من مسؤوليه ان انا الاقي واحد زي ده في الاخر، يعني للاسف الشديد مصريين بيتبعوا افكاره بالزبط. الجزئيه الثانيه ان انا دلوقتي يعني احنا بقينا بنتفرج على مثل هذه العمليات، واقول لك على كمان العقيده اللي بتبقى مثلا في المدارس العسكريه، او عقيده القوات المسلحه، عقيده يعني النصر او الشهاده، ان الارض دي شرفي. احنا نفسنا المدارس بقى الثانيه او الناس الثانيه المدنيين بقوا بيتفرجوا عليها عادي. انا مش عايزه ده، انا العقيده دي لازم تكون عندنا كلنا، ما افصلش الحاجتين، ما هو ده كان هدفهم. انا لو تعمقت فعلا في الموضوع هلاقي لا احنا غلطانين غلط كبير جدا يا فندم،
غلط كبير جدا. ان انا اوصل للنقطه دي، واحد جاي لي من بره بيدفع فلوس علشان يأذيني ويأذي ولادي ويأذي الشعب كله ويضربني في اغلى حاجه عندي في اولادي والشباب مصر، يبقى هو عارف قيمه هذه الارض وانا مش عارفاها. فدي يعني حقيقه مؤلمه جدا. ده علشان لما نقول ان الناس بتقول لنا لا ده تكلفه بناء التعليم كتير، لا مفيش حاجه كتير على اللي احنا شايفينه ده. لما الرئيس بنفسه يقول ان تنميه سيناء هتكلف 275 مليار جنيه، ده حاجه مهمه جدا. واول ما هيتقال كده هيجي بعض الناس بقى، ما كله بيحلل بقى وكله عامل نفسه فاهم، فهيقول لا ده ايه ده المبالغ دي كلها هتروح كذا، هي الناس هتاكل وتشرب منين؟ فلو سمحت حضرتك يعني عايزين برضو ايه تحليل لمثل هذه التصريحات. الرئيس بيواجه الناس بكل حاجه بمنتهى الصراحه. ما هو لما بنتكلم ده مرتبط باللي انا كنت بقوله لحضرتك، طبيعه المشروعات اللي بتتعمل هناك، انت واخداها من اول ما بتعدي القناه وبتشوفي المشروعات اللي اتعملت في شرق القناة لغاية ما بتوصلي للحدود، وطول ما انت ماشية انت شايفة مشروعات التعمير. هفكر حضرتك بفيلم حكاية وطن. في الفيلم انت كنت شايفة الضابط المصري وشايفة المهندس المصري اللي كان بيشتغل في الأنفاق، وشايفة المهندس بيعرض ازاي الأنفاق هم كانوا بيشتغلوا فيها، وشايفة الضابط المصري بيعرض ازاي هو كان بيبقى شغال على الجبهة وهو نازل شاف التطوير اللي بيحصل والمشروعات بيتم الانتهاء معاها منها في سرعه قد ايه، لان هو ما بيروح يقعد في مهمته ربنا يحفظه ويرجعه بالسلامه دايما، بيروح يقعد الفتره اللي بيقعدها بيقعد الفتره بتاعته، كل الفتره الزمنيه كل ما بيرجع بيشوف تقدم كبير جدا بيحصل على الارض، فبيحس انه عمل حاجه كمان، فهو حاسس ان هو تمن عرقه وتمن دمه اللي بيدفعه هو وزمايله، في اخوات ليه برضه بيبنوا وبيعوضوا البلد، بيكملوا مهمته. وده جانب مهم جدا. ما هو مش كفايه الرئيس يتكلم، الرئيس بيتكلم بس في اعلام لازم يوضح الكلام ده، وفي اعلام لازم يقول المشروعات دي، وفي اعلام لازم يركز على الجوانب المضيئه دي، وفي اعلام لازم يحلل البيانات دي، وفي اعلام لازم ينقل المشروعات دي في توقيتها ويقول للناس. حضرتك تعني الاعلام متمثل في إعلام المرئي والمسموع والمقروء فقط، ولا خلينا نتكلم في كله بقى شامل وزارة الثقافة بالفن كله 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 كل المنظومة كله. المنظومة الإعلامية المتكاملة بالكامل. طبعا. بس حضرتك شايف ان اداء الفن وفن طبعا هقول لحضرتك على حاجة، يعني انت حتى هذه اللحظة ما عملتيش فيلم عن حرب اكتوبر يليق بيها، مش كده؟ ما شفناش فيلم عن حرب اكتوبر حتى هذه اللحظة يؤرخ لهذه الحرب يليق بيها، والتواريخ الشعوب بتتعرف من ده. وانت احنا كنا نعرف ايه عن امريكا غير من الافلام او من الصوره اللي هم بيصدروها لنا اللي معظمها مش حقيقيه يعني في الافلام. عندنا منظومه فيها اشكاليه ليه يا فندم؟ عدم مهنيه او ولا لا لا خالص ولا يعني حضرتك شايف الموضوع المهنيين إيه؟ المصريين لا القدرات احنا مرت علينا فتره صعبه جدا. القدرات والامكانيات مش متوفره. فتره صعبه جدا، ورغم ده الدوله المصريه حريصه على توفير كامل الدعم للقطاعات، بس القدرات مش متوفره. في حاجه تانية بقى عند البعض، النيات مش خالصه. يعني مش خالصه؟ النيات مش خالصه. يعني ما هو مش ممكن ابقى انا بالصبح هنا بتكلم معاكي وبنقدم امل للناس، وبالليل ممكن في نفس القناه او في قناه تانية الاقي برنامج بيسود الدنيا للناس. مش ممكن ابقى الصبح بتكلم مع الناس عن برامج تنمويه و و و الى اخره. بس احنا المفروض ان احنا بننقل كله، يعني احنا بنقول ما هو بصي لازم يبقى في مصارحه. استاذه مها في فرق بين المصارحه وبين تغييب الناس. مش تغييب يا فندم، التغييب ده حضرتك بتتكلم في لما انا ابقى في يوم السيد الرئيس بيفتتح مشروعات في شرق القناه، خلاص، ومشروعات بحجم استثمارات، وفي تصريحات بحجم الاستثمارات في شمال سيناء ب 275 مليار جنيه او 275 مليون جنيه. يعني خلينا نقول بالعقل، هل يمكن ان انا في نفس الليله ابقى بتكلم في قضيه ملهاش علاقه بالموضوع ده؟ ما انا لو بتكلم على اعلام بجد، حتى لو انا رافض هذه الاستثمارات،
عارفه حتى لو انا رافض هذه الاستثمارات. لا ملهاش علاقه بالرفض، هي فكره ان ان انت لازم تقول كل الحاجات او كل اللي بيحصل. إنما انا قلت ده فلازم اقول ده. اقول ايه بقى؟ مفشت في راسي بالرمل. اقول ايه؟ لان انا فندم عندي بعض المسؤولين ما بيأدوش دورهم. أقول إيه؟ فانا لازم اطلع اقول إيه؟ لا ما بيأديش. اناقش القضيه، انما ما اروحش بالناس في سكه ملهاش علاقه بالموضوع خالص يا استاذه مها. دي مشكلة كبيرة. الأداء أو رد في نوايا مش خالصة في التعامل مع الدولة، وفي 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 أداء ما فيهوش نوع من أنواع الإدراك. خلي بالك، مش إحنا بنتكلم عن تعليم، التعليم أحد أسباب في بعض الإشكاليات في التعليم، ما هو التعليم هو اللي سبب في ده. في بعض الأسباب إنك أنت انفلات المعايير المتعلقة بالأمن القومي فيما يتعلق ب ايه ابعاد الامن القومي اللي ترعيها. تمام. في بعض الاسباب المتعلقه بانت ايه اولويات الدوله اللي انت تعرض لها او اللي انت ما تعرض لهاش. ففي عندك متنوعات كتير جدا جدا جدا. انت وانت بتبقي شغاله، اللي انت بتقوليه ده معايير المهنيه. هل معايير المهنيه بتقدري تطبقيها؟ احنا لو يعني انت بقدر لا يا فندم، لو حضرتك بتقدري تطبقيها ما اقدرش لما يحصل حاجه وحشه ما اقولش. حلو لازم. حلو أنا لازم اقول احنا عندنا مشكله. انا موافق، انا موافق. ولازم لما يحصل زي ما اتكلمنا مثلا دلوقتي والاثار امبارح كان في مثلا صرح زي مستشفى اطفال مصر، ما قدر من كتر ما هو يعني الفخر اللي احنا كنا فيه وانجاز ما قدرتش ان انا ما اتكلمش. بس في نفس الوقت عندي قضيه زي اللي حضرتك بتتكلم فيها النهارده، قضيه التفكك، واحنا غلطانين وكلنا غلطانين والتربيه غلط وكل لازم اقول احنا غلط. هقول لك لازم اقول احنا في خطر واحنا غلطانين، في حاجات غلطانين فيها وفي حاجه احنا غلطانين في حاجات بتحصل غلط، مش هينفع ندفن راسنا في الرمل. انما انا بقول لحضرتك ان فكره تغييب الناس مش هي دي، مش قضيه ان مش قضيه خلاف وجهات نظر، مش قضيه خلاف في الراي. فالمهم ان في اشكاليه كبيره، والموضوع ده محتاج مراجعه. محتاج مراجعه المنظومه كلها، وتحطي في ابعادك ان بقى عندك اعلام حديث انت محتاجه تشتغلي عليه، فيسبوك وسو، وما تكبريش حجمه قوي وانت يعني وانت داخله المعترك ده، ما تكبريش حجمه قوي لانه في طريقه الى الاندثار، تاثيره ما بقاش كبير. يمكن على ناس وناس تبتدي لا 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 بجد والله تبتدي تعيد الثقه تاني. تمام. للشاشه دي. خلينا ننتقل لنقطة أخيرة أستاذ أحمد، قضية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن، واللي حضراتكم يمكن في مجلات السياسة الدولية خصصتوا لها يعني جزء كبير من الاهتمام. الشكل أو خلينا نقول خريطة مصر على أو شكل مصر على الخريطة السياسية بعد هذه العضوية. العضوية دي طبعا احنا في العدد عدد ابريل من السياسة الدولية احنا أصدرنا بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية عدد ملحق توثيقي لعضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن الفترة 2016-2017. أيوة. الملحق تضمن أهم الفعاليات اللي الدولة المصرية أو وزارة الخارجية والبعثة المصرية في مجلس الأمن قامت بيها، اشتغلت عليها. القرارات اللي البعثة شاركت فيها دي متضمنة على سي دي مرفق مع العدد. هي. موجود عليه كل القرارات اللي البعثة شاركت فيها. اللي بيهمنا ان الدولة المصرية قدرت في خلال الفترة دي تعبر عن ثوابت الدولة المصرية في توجهها، سواء فيما يتعلق بالقضايا العربية او بالقضايا الافريقية. يعني كانت حريصة تماما على ان القضايا العربية هناك تبني للقضية الفلسطينية، هناك تبني للثوابت في التعامل مع القضية السورية، مع القضية الليبية، مع القضية اليمنية. هناك رؤية، وكان أهمية لإبراز قارة أفريقيا، وإزاي أن قارة أفريقيا هي محور التحرك القادم والمهم مش لمصر بس ولكن لكل دول العالم، وأهمية أن قارة أفريقيا التعامل معها يكون مختلف من قبل كافة دول العالم، وأن ما تستمرش قارة أفريقيا باعتبارها القارة اللي بيتم نهبها من جانب كافة القوى دون إقامة علاقات شراكة وعلاقات توازن. وكان في إعلاء لدور المنظمات الإفريقية، وأن مصر بتحاول، خاصة أن مصر كانت متواجدة باعتبارها ممثلة للاتحاد الأفريقي. فمصر كانت بتحاول أن هي تلعب هذا الدور المتوازن بين دورها كممثلة للاتحاد الأفريقي وبين دورها العروبي الدائم، وده قدر مصر دايما أن هي نقطة الاتصال أو نقطة الوصل بين المكون العربي والمكون الأفريقي. ومن هنا يمكن احنا هنعمل الاحتفالية للبعثة، هيشرفنا فيها السيد الوزير سامح شكري يوم الأربع
2 مايو القادم الاربعاء 2 مايو 2018، والوزير سامح شكري هذا اليوم هيشرفنا بأنه يتحدث عن مهام البعثة وعن الدور المصري في هذه الفترة المهمة جدا 2016-2017. وفي النهاية أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر لا في معلش قبل النهاية سؤال مش قادرة عدي، يعني أنا عايز أعرف عايز أعرف رأي حضرتك هذا عن قرار إقالة وزير الخارجية السوداني. لازم نفهم إقالة ولا هو استقال؟ لا لا، يعني هو الأمر يرتبط بدولة شقيقة، لابد أن نتعامل معه في هذا الإطار. إذا كان هناك من مبررات للرئيس السوداني لإقالة وزير الخارجية فهذا أمر يخص الدولة السودانية. هم اللي أصدروا القرار، يعني إحنا سمعناه حتى هذه اللحظة إن هي إقالة وزير الخارجية السوداني. هو الأخبار كلها بتقول إقالة. الأخبار كلها بتقول إقالة. البعض بيقول لا. بص يا فندم، في الملفات الحساسة الشائكة لي بس هو قدم استقالته أكتر من مرة فهم. هو يقدم استقالته أقيل. أنا دايما بحب أتعامل مع المعلن من الدولة السودانية أنه الراجل تم إقالته. أنا بحب دايما أتعامل مع الفاكت مش مع ما يتردد. الفاكت أن الدولة السودانية بتقول أن هذا الرجل وزير الخارجية السوداني تم إقالته. إذا هناك عكس ذلك يتردد، أنا ليه الرسمي أنه تم إقالته. ممكن نعرف بقى تم إقالته إيه الأسباب اللي الدولة السودانية بتقدمتها لإقالته. لو لم تعلن عن الأسباب لإقالته فده أمر يخص الدولة السودانية، لا يحق لأحد أنه يتدخل فيه. طبعا. وفي الشأن السوداني والشأن الأثيوبي بالذات، إحنا لازم وإحنا بنتعامل مع الملفين دول أن يكون عندنا قدر من الوعي بجد كمصريين ان الملف ده شديد الحساسيه للدوله المصريه. شديد الحساسيه للدوله المصريه. ما هو عشان كده التحليل لازم يكون اكثر يعني دقيق جدا. لو احنا يعني حضرتك بتقولي انا بتعامل مع الموضوع كخبر او كفاكت، بس يجب قراءه او يعني قراءه مردود هذا الخبر. ما انا ما ينفعش اقول خبر واسكت. لا هو وبعدين في التوقيت معلش يا استاذ احمد اللي احنا فيه توقيته في منتهى الحساسيه. لانك انت بتتكلمي عن مفاوضات، وبرضه لو اتكلمنا عن المفاوضات هنتحدث ان الناس قالت ان المفاوضات فشلت، مفاوضات الثلاثيه الاطراف اللي كانت بتتكلم. حضرتك بتقولي الناس قالت اهو. الناس قالت. طيب الطرف المصري اصر ان المفاوضات لم تفشل، والطرف المصري صرح على لسان السيد وزير الخارجيه انه تم عرض توجيهات الرؤساء الثلاثه بشان حتميه التوصل الى تسويه نهائيه للنزاعات المتعلقه برغبات الاطراف الثلاثه في موعد اقصى 5 مايو، وان هذه الاجتماعات ستقرر في موعد لاحق في القاهره في خلال فتره زمنيه قاربه، وان الموضوع لم يفشل. يعني بقول لحضرتك الناس قالت حاجه، انما اللي صرح بيه الوزير سامح شكري هو قال ما فيش امر وقع هيتفرض على مصر. لا هو ده يعني هو ده نص كلامه. ما هو ده اللي بقول لحضرتك انك انت في احنا تعودنا في الفتره الاخيره على نوعين من التناول للقضايا، وده في منتهى الخطوره. نوع تناول ان في ناس بتقول وبنقول ما هو بدل الاطراف بتتكلم يبقى من حقنا نتكلم. وفي مدرسه تانية في التعامل مع ملفات الامن القومي للدوله بتقول لا، ما هو في ملفات ما ينفعش الخوض فيها الا فيما هو رسمي. اللي بتصرح بيه الدوله رسميا احنا لازم نلتزم بيه، خاصه عندما يكون الامر شديد الحساسيه في هذا التوقيت. لان ممكن اي نوع من انواع التحليل او التخمين او التاويل في كلام معين في حدث معين يقود الى اشكاليات عديده للدوله في المستقبل. طب تمام. انا اتمنى بس ان احنا نتعامل مع ما هو رسمي. اذا كان هو قرار اقاله من الرئيس البشير لوزير الخارجيه السوداني فهذا هو قرار يخص الدوله السودانيه. نستمع الى مبرراته ثم نشوف، لان احنا انا كل اللي قريته حتى هذه اللحظه ان هو قرار اقاله، ما قريتش اي مبرر قدمته للحكومه السودانيه. طيب سؤال تاني بمنتهى الصراحه، احنا بندير الملف ده كويس بنسبه قد ايه؟ أنا أثق تماما في أن السيد الرئيس وقال اطمنوا المصريين. أنت بتسأليني أنا أثق تماما في القيادة السياسية المصرية، أثق تماما في احنا كلنا ثقة في الرئيس، أثق تماما في المفاوض المصري، وأثق تماما في وزارة الخارجية المصرية، وأثق تماما في قدرة هذه الأطراف مجتمعة على إدارة الملف بالطريقة التي تحفظ للمواطن المصري كامل حقوقه المستقبلية ولا تتنازل عنها، وفقا للتاريخ الاتفاقيات ووفقا للحقوق الثابتة للدولة المصرية.
أنا كان لازم أسأل حضرتك الأسئلة دي علشان ننهي هذا الجدل، علشان نطمن الناس، علشان نقول إحنا عندنا قيادة سياسية قوية جدا، ما تقلقوش، عندنا أداء لوزارة الخارجية أكثر من رائع، متمثل طبعا في السيد سامح شكري. يعني مؤسسة الرئاسة مهتمة بكل تفصيلة في هذا الملف وغيره من الملفات، والحقيقة يعني كان لازم ان احنا نحلل بمنتهى الدقة وبمنتهى الصراحة. ايضا انا بشكرك جدا جدا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمح، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، شكرا لك، شكرا جزيلا. مشاهدينا، قبل ما نروح لفقرتنا اللي جاية وحماية المستهلك ومناقشة قوانين أو قانون حماية المستهلك الجديد، خلينا أقول له كده، كان في قصة هنشوف عنها تقرير. مجلس قومي للمرأة استقبل مؤخرا دكتورة جوي في، والتقت دكتورة الصينية بسيد شادي سالم نائب مدير إدارة البرامج والمشروعات بصندوق تحيا مصر، واتبرعت بمبلغ 300,000 جنيه مصري. ايه بقى المبلغ ده جه منين؟ هي الدكتوره جوي حصلت على هذا المبلغ ال 300,000 جنيه كتعويض في قضيه تحرش، كان احد الشباب تحرش بيها واخذت ال 300,000 جنيه دول كتعويض. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم مره اخرى وقانون حمايه المستهلك.在这个整个过程中，我认识到，我们不光要保护女性，我们还要让女性知道，是有人可以帮助我们，我们需要去反抗，我们需要去告诉警察发生了什么，这样才能保护更多的人。所以我才想到，我得到了这个赔偿，那我可以把这份赔偿捐出去，让更多的人知道，我们是可以反抗，这个社会是会支持我们的，而且会有这件事情，这个社会会越来越好，只要我们努力。 بتقول ان الموضوع ده حدث لما كانت بتعمل جري في العجوز على كورنيش النيل، وقام احد الشباب بالتحرش بيها، فهي ما كانتش تعرف ايه في وضع زي كده ايه اللي مفروض يحصل، بس بمساعده السفاره وبمساعده المجلس القومي للمراه راحت القسم وقدموا محضر، وده طبعا بعد ما كان في شباب مصريين تانيين يعني شباب بجد واعي جدا انقذها، وهو اللي مسك الولد لما حاول ان هو يهرب، وبعد كده راحوا القسم وراح النيابه، وفي خلال الفتره دي كلها كان المجلس القومي والسفاره هي اللي واقفه بجانبها. فهي فكرت بعد كده ان لما حصل صلح، وده برضو ان عشان مستقبل الولد وعلى اساس برضو عشان العلاقات بين البلدين، فلما كان في مبلغ تعويض، هو كان مبلغ التعويض ما كانش الاساس منه كفلوس، هو بس كان غرض ان هو ان التعويض ده يروح، الاول كان المجلس القومي للمرأة، بس المجلس رفض، قال ان هو لم يتلقى اي تبرعات وان ده حاجة تبع الرئاسة، ففكرت ان هو يبقى تبع صندوق تحيا مصر، دي حاجة بتخدم البلد كلها، كان القصد منها توعية ان الناس تعرف الموضوع ده، والناس تبقى عارفة ان في حد بيحمي البنات، في حد بيحمي المرأة، فعشان كده هي فكرت في موضوع ان التبرع يروح لجهة حكومية. هي الحقيقة كانت مصرة ان هي تتبرع بالمبلغ ده للمجلس القومي للمرأة، لكن احنا كنا اصحاب فكرة ان هي تحطها في صندوق تحيا مصر، لان هو ده اللي كل المصريين بيتجهوا يعني بمساعدته علشان نهضة البلد، خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي. قانون رادع لحمايه المستهلك، الفكره كلها ان هو لو حصل حاجه في المنتج دوت ان هو يرجع تاني لحمايه المستهلك. المشكله كلها ان مفيش لا ضبط اسعار ولا في رقابه على الاسواق ولا في حمايه للمستهلك من الاساس، سواء بقى من السعر او من المنتج نفسه. رقابه الدوله على كل الاسواق من الصغير للكبير، وعلى الجوده وعلى الصلاحيه،
تاخدي الحاجه تلاقي منتهيه الصلاحيه ترجع تاني ما يرضاش يعمل لك اي حاجه، ولا في تسعيره جبريه ولا في اي حاجه، وكل واحد بيبيع زي ما هو عايز وكل واحد شغال بمزاجه. الرقابه لازم تبقى موجوده على الجهاز، وفي نفس الوقت الرقابه لازم تبقى موجوده على التجار، وفي نفس الوقت لازم الحاجات السلعه نفسها اي سلعه لازم يكون ليها سعرين، سعر التجاري بتاعها او سعر المستهلك. فده قانون مهم جدا جدا للبلد، وانا بناشد المواطنين كلهم ان يلجأوا ويتعاملوا مع قانون حمايه المستهلك، في حين ان يكون في اي مشكله نقول للناس كلها ان مصر في امان ومصر في امن، فقانون حمايه المستهلك قانون مهم جدا للمواطنين. شايف ايه اللي محتاجينه لضبط الاسواق؟ الرقابه، عشان خاطر يبقى في ضبط في الاسعار، عشان خاطر الاسعار تبقى اللي موجوده يعني تبقى كلها مظبوطه بالنسبه، يعني لو موجوده في مكان تبقى هي نفس السعر اللي موجود في مكان تاني. فلو في رقابه فعلا على الموزعين لدى الاسعار، وفي تحكم كده من النظام بقى من وحده المحليات او من جهه الحكومه او بتاع، في رقابه على الاسعار هنقدر نفرض للناس وكل واحد ياخد حقه من ناحيه كسعر، والسعر يوصل للعميل يكون السعر كويس ومناسب للعميل. عامل الضمير عامل لازم موجود عند التاجر يعني. فيا ريت يا ريت الدوله تحط يعني تجبر الشركات على ان هي يبقى في ضوابط للسعر نفسه. لازم يكون في رقابه، لازم يكون في قانون صارم عشان الناس اللي هي تتجاوز في الحاجات دي يتقبض عليها، تدفع مخالفه، ياخدوا يبقى في احكام رادعة عشان ما حدش يعمل الحاجه زي كده خالص. حماية المستهلك وضبط الأسعار وحمايتنا كمستهلكين من جشع التجار، حاجات كتير جدا، نقاط كتير جدا، تفاصيل كتير هنناقشها النهاردة في هذه الفقرة مشاهدي نهاية الأسبوع مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو العميد أشرف جمال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بك. تابعنا طبعا اللي اتقال قبل شوية في التقرير، والسؤال بمنتهى الصراحة القانون الجديد اللي توافق عليه مؤخرا مشروع قانون حماية المستهلك اللي كان مقدم من الحكومة، هيخلي الأسعار تنخفض ولا هيحمينا بأنهي طريقة؟ طيب في الأول أنا برحب بحضرتك والسادة المشاهدين، وعاوز لما نوصل رسالة عاوزينها تبقى بمعناها الأعم والأشمل. يمكن عاوز أقول لحضرتك أن مصر بصفة خاصة تعرضت لخطة ممنهجة من أكتر من 30 سنة لسرقة أعمدة الدولة المصرية، بمعنى أن احنا اتضرع علينا مخطط كبير جدا، اتسرق مننا التربية والتعليم، اتسرق مننا الصحة، سرق مننا الزراعة، فقدنا مقاومة الدولة. احنا في المرحلة أكثر دي أكثر من 30 سنة يعني طبعا مخطط كان معروف، واللي ضد نظرية المؤامرة ده يبقى يعني عمى بصر وبصيرة، يعني اللي بيجرى في الوطن العربي واستهداف مصر بالأخص واضح يعني للجميع. اللي احنا فيه ده بقاله 30 سنة في محاولات بيخطط ليه ويدبر ليه، وتدار من أجهزة استخباراتية عشان يسقط الدولة المصرية. احنا المرحلة دي بنحاول ان احنا نعيد الأعمدة الرئيسية للدولة المصرية. في ثلاث حاجات كانت بتهدد الدولة المصرية الفترة اللي فاتت تحديدا 4-5 سنين اللي فاتوا. بوكة الإرهاب اللي احنا شفناها واللي نجحت القوات المسلحة والشرطة ان هي تواجهها وتحتويها. الحاجة الثانية الأسعار. الحاجة الثالثة المخدرات. انا يمكن ابتديت افكر في موضوع الأسعار ان هي مش موضوع عبثي او موضوع جاي تعاملات تجار في السوق، لا، انا يمكن تعاملت معاه ان هو مخطط خارجي كان بيستهدف احداث ازمات في السوق المصري لدفع الشعب المصري ان هو يخرج تاني ويحاول هدم دولته. يعني الموضوع ما ناخدوش بالسطحيه ان دي مجرد ازمات خلاص. لا لا الموضوع طب بس الاسعار غاليه فعلا يا سياده النائب. ما انا ده بالفعل انا باكده وهلاقيها ده مش جاي او ارتفاع سعرها مش جاي عبثي، ده جاي بتخطيط وتنظيم وتدبير عشان يسبب ازمات في السوق المصري. مين اللي خطط ونفذ المخطط ده ازاي؟ اللي بيستهدف الامه العربيه واللي بيستهدف مصر واللي مصر على اسقاط الدوله المصريه. مين؟ لا جهات كتيره بتشتغل في الملف ده. نفذه ازاي ده بقى؟ ده اللي احنا جابهناه بالقانون. لما الاقي ان عندي مثلا في قانون موجود اللي هو قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، في نص القانون بيقولوا ده قانون كان يعني تم تشريعه من فتره، لو انا وحضرتك لا قدر الله اتفقنا ان احنا نحتكر سلعه في السوق ونتحكم في سعرها ونرفع في السعر زي ما احنا عاوزين، العقوبه بتاعتنا ايه؟ 1% غرامه على جملة المضبوطات اللي بيني وبين حضرتك. يعني كأنه بيشجعوا، معنى صح ان انا وحضرتك نجني المليارات وفي الاخر بنرمي في وش المصريين مليون جنيه او 100,000 جنيه غرامة والموضوع كده. ده انا بقول للي مش عاوز يحتكر تعال احتكر. مظبوط.
ايوه بيشجعوا على جريمه الاحتكار. فكان لازم ان احنا يبقى فيه مواجهه ومواجهه حاسمه. وانا تقديري للامور ان احنا في مرحله استثنائيه والمواجهات لازم تبقى استثنائيه عشان اقدر اجابه. لازم الردع ولازم تشديد وتغليظ العقوبات عشان اقدر اعمل اعاده انضباط للسوق المصري. بس لازم نوضح حاجه، احنا مش ضد التجار ولا ضد حركه الاقتصاد في السوق المصري، ولكن احنا في ضوابط يا فندم، في ضوابط تمام. الجميع بيمشي عليها. انا اللي انا شايفاه دلوقتي او اللي الناس كانت شايفاه في التقرير وقالوا ان احنا كل تاجر بيحط سعر على كيفه وهو ده اللي لا موجود. ده احنا وصلنا لمرحله واذا كان حضرتك الشارع الواحد لو فيه ثلاث محلات السلعه الواحده الله يكرمك كل واحد بسعر. طبعا طبعا الكلام ده خدوها من بوابه ان احنا في النظام الاقتصادي بتاعنا السوق المفتوح اللي مبني على العرض والطلب وافعل ما شئت. لا، احنا كان لازم يبقى فيه وقفه، لازم يبقى في سيطرة للدولة المصرية وبإرادة الشعب المصري على حركة السوق وحركة الاقتصاد. لازم أحمي المستثمر الجد النزيه اللي بيخاف على اقتصاد بلده ويخاف على صحة شعبه. على فكرة الموضوع مش موضوع أسعار بس، لا ده منتجات كمان منتهية الصلاحية واكسبار بتنزل بتسبب لي أمراض وعاهات وبتسبب عشان أنا عندي يعني عندي يا فندم مصانع بتعمل أكل وشرب ولعب وأدوات مدرسية بتسبب تحت السلم اللي شغالة بدون ترخيص وبتنزل وكل واحد مأجر له شقة عامل فيها مصنع والناس بتشتري حالة عشان العبث والفوضى دي كان لازم يحصل تدخل حازم فيها. لازم يحصل عادة انضباط لسلوكيات الصانع والمستورد والمستثمر داخل مصر. وبدلل على كده بحاجة يا أستاذة، يعني هذا المستثمر بعينه لو طلع أي دولة برة بيحترم قانونها ويحترم نظامها ويحترم اقتصادها ويحترم صحة شعبها. هقول لحضرتك ليه؟ عشان في قانون، في قانون والقانون بيطبق عليه زي ما بيطبق على غيره فعلا بنفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس خلينا في الزاوية دي أستأذنك، احنا مش عاوزين إحباط الممارسات القديمة يخلينا نقول إنه هيمشي بنفس الموضوع. يعني دايما اتعودنا إن في قوانين تشرع ولكن لا يحسن تنفيذها. ده لو اتنفذت خلينا نقول برضو مش عاوزين ان احنا يبقى دايما بنبص للي فات على اساس انه هيبقى هو الواقع بتاعنا او الحاضر بتاعنا. لا، احنا كسلطة تشريعية شرعنا قانون وجابهنا فيه ونزلنا فيه مواد حبس، ودي كانت نقطة. يعني احنا عدنا 8 اشهر في اللجنة الاقتصادية في جدال غير عادي عشان مواد الحبس دي. هل ننزل حبس في الاقتصاد المصري؟ هل الحبس هيؤدي الى هروب المستثمرين وخوفها من العمل داخل السوق المصري؟ ما هو الموضوع ليه اكتر من زاويه، الموضوع مش من زاويه. طب حضرتك اديني فكره عن القانون كده، اشرح لي كده القانون ده انا مميزاته. خلينا نقول حاجه برضو قبل ما ادخل في المميزات، في نقطه مهمه جدا لازم المشاهدين يبقوا عارفينها. ان احنا لما قعدنا واشتغلنا في القصه دي رجعنا للتصنيف الائتماني بتاع مصر وقلنا اذا كان التصنيف الائتماني بتاع مصر مش هيتاثر، احنا مصرين على المواد اللي بتبقى فيها تغليظ للعقوبات والحبس. تمام، فده اطمنا عليها عشان بس نبقى. وده القانون ده مش بيخالف المنهج الاقتصادي بتاع مصر اللي مبني على السوق المفتوح اللي مبني على العرض والطلب. احنا كان عندنا قانون قديم اللي هو 67 ل 2006. 2006 ده عباره عن 24 ماده، والماده ال 25 في الماده العقابيه الوحيده وهي غرامه. الغرامه اللي هي الواحد اللي هي في المية. لا دي الواحد في المية دي في حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه. امال ايه دي بقى؟ ده كان حاطط بقى غرامه من 5000 جنيه ل 100000 جنيه لاي حد يخالف في اي بند من بنود القانون القديم. طب حضرتك ضفتوا للقانون القديم ده 7 مواد فعلا ولا انتوا غيرتوا؟ لا احنا غير ال7 مواد اللي انا كنت متقدم بيها احنا دخلنا، لان كانت الحكومه مقدمه مشروع في هذا التوقيت. وللامانه برضو كان النائب اشرف عماره كان متقدم بمشروع والنائبه سلاف درويش، وانا كنت متقدم برضو بمشروع، بس انا كنت مركز قوي في موضوع العقوبات وتنفيذ عقوبات الحبس عشان اعمل ردع في حركه التعامل ما بين المستهلك وما بين المورد او المنتج. تمام. القانون ده بكل بساطه بيدي لحضرتك الحق في التعامل الامن مع كل منتج انت بتلاقيه في الشارع، بمعنى ان لا يليق بينا كمصريين ان ابني يدخل سوبر ماركت ويحصل على منتج وفي الاخر يتسبب ليه في مرض او يتسبب ليه لا قدر الله في اذى صحي. الانفلات الغير عادي اللي في الاسعار الغير مبرر، المنتجات حضرتك هي ما بتبقاش مكتوب عليها الاكسبايري ديت او نتيجه انتهاء الصلاحيه، وساعات بيبقى فيه غش وساعات بتبقى مكتوبه بالغلط. يعني انا بشتري العلبه او الماده الغذائيه فيها كذا ومكتوب عليها ان هي مثلا هتخلص كمان 3 4 شهور،
فتفتح تلاقيها هي خلصانه بالفعل. انا بقى اعمل ايه ده دلوقتي؟ طيب احنا بالقانون الجديد اولا اروح بيها ارجع بيها تاني؟ لا لا هقول لحضرتك حاجه. اولا ألزمنا كل علاقة تتم ما بين حضرتك وما بين أي مورد أو موزع بفاتورة عشان تثبت العلاقة اللي ما بينك وما بينه. طب ما نمشيش من غير فاتورة. اه طبعا دي نمرة واحد. ما تشتري حاجة ما تمشيش من غير ما تاخد فاتورة أي مكان. نمرة واحد. من أي مكان. من أي مكان فهمت. تمام. نمرة اتنين لما تدخلي على المنتج يبقى السعر مطبوع عليه وموجود عليه وده بنص مبدأ في القانون. السعر يبقى مطبوع وموجود فيه بحيث ان انا ابقى داخل انا كمستهلك انا ما بقاش كل يوم بسمع سعر من الموزع اللي انا بستهلك منه. ايوه بس هقول لحضرتك حاجه ساعات تحط يبقوا حاطين سعر لا ده مش طبع تيكت لا 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 ده على خط الانتاج نفسه مع تاريخ الانتاج وتاريخ ما هو الصلاحيه بيبقى كده فن خصوصا على الادويه الدواء ده ب 10 جنيه ومكتوب عليه 10 جنيه يقول لي لا ما هو ده السعر القديم معلش هو بقى ب 15 لا انا مالي بقى يعني لا 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 المنتج لحظه انتاج المنتج بتاعه حسب ربحيته وحسب نولول نقله وحسب هو هيبقى في السوق بكام. انا ما بقولش لحضرتك حط كام عشان دي نقطه مهمه. انا ما بدخلش مين اللي بيحدد السعر يعني التاجر هو المنتج المنتج اللي فوق اللي فوق يعني سيب حضرتك من الموزع اللي تحت اللي بتتعاملي معاه ده ربحيته طالعه من قلب الحساب بتاع المنتج اللي هو طالع من المصنع. طب وانا عرفني ما هو ربحيته ممكن تطلي يبالغ فيها ولا هو حر هو حط لي سعر النهارده وعايزه. النهارده في كوبايتين قدامنا دي هتبقى ب 5 جنيه ودي هتبقى ب 7 جنيه انا هسيب اللي 7 جنيه وادخل على ال 5 جنيه ولكن بوضع السعر انا حليت مشكله تانية. ساعات بتحدث ازمات في السوق وتضرب اشاعه ان في منتج معين هيزيد بيحصل ايه كل الناس بتشتريه لا ده بيحصل كمان للتجار ان هم يحجبوا ويسحبوا ويخزنوا ليه عشان يستفيد بفرق السعر ايوه ما انا هقول لحضرتك ليه بقى علشان احنا كمستهلكين عندنا مشكله انا مثلا اعرف ان السكر سعره هيزيد فاروح اشتري 20 كيلو سكر دي بتسبب بتزود الازمه طب ما دي بتزود الازمه وانا كل ده مش متاكده ما انت كده كده اما ال 20 كيلو هيخلصوا هتشتري بالسعر الزياده بس على إيه الاقل يعني على الاقل اللي نزل في السوق والطرح والطبع هو ما يقدرش يغير في السعر بتاعه لان في ماده مجرمه ليه لو هو تلاعب في عقوبتها ايه بقى لا احنا خلينا بقى في العقوبات اهم ما في العقوبات اللي نزلت ان احنا اتحنا اولا في جهاز اللي هو جهاز حمايه المستهلك احنا فعلنا دوره واتنقلت تبعيته للسيد رئيس مجلس الوزراء والجهاز ده بينتشر على كل محافظات الجمهوريه وهو اللي هيقوم بالدور الرقابي اللي بيظبط العلاقه او يراقب العلاقه ما بين حضرتك وما بين المورد او المنتج ده نمره واحد تمام. نمره اتنين اللي احنا اتحنا للسيد رئيس مجلس الوزراء انه بيطلع كل فتره زمنيه بيدي بيان بالسلع الاستراتيجيه اللي موجوده في الدوله يعني بيحصل عرض لينا كمصريين ان الفتره اللي جايه السلع الاستراتيجيه بتاعتنا وليكن اصناف كذا وكذا 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 خدت بال حضرتك اذا كنت حضرتك منتجه لاحدى السلع اللي وردت في قائمه السلع الاستراتيجيه لو سمحت حضرتك بتبلغيني بالكميات المخزنه عندك عشان ولو انا ما بلغتش تعالي بقى لا لا ده لازم ده بنص قانون لو ولو ما بلغت لا ده فيها سجن ده فيها سجن ده فيها سجن انا جاي لحضرتك اهو تمام انا بعمل كده ليه عشان اولا انا كدوله يبقى عندي مرايه للمخزون الاستراتيجي اللي عندي للسلع الاستراتيجيه الكميات المخزنه نمره اتنين ما تروحش لحضرتك فرصه ان انت تحجبي السلعه وتخزنيها وتتلاعب بالسوق بعد ما تحرمي من السلعه بتاعتك عشان ترفعي تمنها تمام طيب اذا انا ظبطت عند حضرتك انا اسف الكلام هيبقى موجه لسيادتك على طول انا اسف يعني انا اللي هدفع الغرامه ولا لا لا الحبس يعني احنا جايين في 25 سنه لسه يعني في عقوباته اصلا المؤبد يعني المؤبد طبعا طب هي كويس اذا 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 ظبطنا عند المنتج ده سلعه اكبر من الكميات اللي هو بلغني بيها بنبدا بالسنه حبس سنه حبس تمام تمام وغرامه من 100,000 جنيه ل 2 مليون جنيه طيب اذا المنتج وفقا لايه يعني وفقا لايه الغرامه بتتزايد او بتتصاعد انا بتاعها بسيبها للقاضي تمام دايما العقوبات بتبقى متدرجه انما انا ربطت الحبس والغرامه ودي اول مره ندخل في قانون اقتصادي مواد حبس يبقى فيها حبس ولكن احنا ارتقينا ان هي فعلا ليها ضروره عشان تعمل ردع للمتعاملين انا لا اشكك في المستثمرين الموجودين احنا كمصريين ناس محترمين ولكن في بعض منا فقد الضمير وفقد انتمائه لبلده ويمكن تعاون مع جهات خارجيه عشان يحدث ازمات داخل السوق المصري لا احنا لازم نبقى ليه بالمرصاد اي حد اي حد ودي رسالتي للي جاي بقى اي حد هيتلاعب بالاقتصاد المصري او يحدث ازمات في السوق المصري او يستهين بصحه المصريين ملوش مكان عندنا غير السجن
تمام. ملوش مكان عندنا غير السلع. تمام. النقطة الثانية، إذا المنتج بتاع هذا المنتج تسبب في عاهة أو مرض بيوصل للسجن لغاية 15 سنة. يعني بمعنى منتج طلع ونزل في السوق وتداول وتسبب في مرض وثبت ان المنتج ده هو السبب، العقوبة بتوصل ل 15 سنة سجن وغرامة من 100,000 جنيه ل 2 بليون جنيه. طب مين يعني، هل بقى مين اللي بيحدد بقى ومين اللي بيقول؟ لا مش قصدي مين اللي بيحدد ال 2 مليون، انا قصدي يعني انا مثلا المواد الغذائية، انا كل يوم اسمع ايه ضبط 20 طن سمك فاسد، مش عارف كم طن لحمة بايظة، حاجات كتير كده فندم، وكلها يعني انا عايز اعرف اللجان او اللي بيروحوا يحللوا الكلام ده بينتشروا على اي نطاق، هل فعلا هم عددهم يكفي، هل اللي بيتمسك ده هو بس اللي موجود، ولا في حاجات تانية نازله السوق خصوصا في الجانك فود او في السندوتشات اللي ما بتبانش بقى بيحطوا لها حاجات والاطفال قدام المدارس بياكلوا مهزله يعني بتاع. خلينا نقول ان احنا فقدنا بالفعل السيطره في الفتره اللي فاتت على الاسواق، وده اللي خلى حاله العبث ده تحصل وتتيح فرصه لاي واحد فقد الضمير في هذا التوقيت اللي بلده في توقيت صعب وابتدى يتلاعب بينا ايا كانت النتيجه بقى، ياثر على صحتك يسبب مرض. النهارده جهاز حمايه المستهلك هو اللي هيبقى مربوط بهذا الشأن. بيبيعوا الحاجات دي على الملأ ده، احنا لا ما انا النهارده النهارده نشوف عربيه كبده ولا محل. لا انت بتكلميني حضرتك بتكلميني قبل القانون ما يصدر. احنا لسه دلوقتي النهارده القانون لسه مخلصينه الاسبوع ده، واللائحة التنفيذية بتاعته هتصدر ومتحدد لها 30 يوم وتصدر، وهيبتدي بقى شغل الفعل وتطبيق المواد ده بإذن الله، وإحنا هنبقى مراقبين. يعني إحنا كسلطة تشريعية إحنا عملنا اللي علينا وأصدرنا منتج كويس أهو اللي هو قانون حماية المستهلك اللي هيأمن الأسعار ويأمن صحة المصريين، والدور الرقابي بتاعنا إن إحنا نتابع. وأنا أثق تماما في رجال جهاز حماية المستهلك، أنا تعاملت معهم عن قرب في الفترة اللي اختلطنا بيهم في الثمان أشهر اللي ناقشنا فيها القانون، اللي هو عاطف يعقوب ومجموعة محترمة جدا معاه ومنتقاه، وبينتقوا عناصر كويسة جدا في المحافظات بإذن الله هتكون ليها سند في تنفيذ مواد هذا القانون. خلينا أقول لحضرتك بقى العقوبة اللي جاية ودي الأهم. هنقول مثلا لو قدر الله حد من الناس اشترى تيل فرامل بتاع عربية وركب في العربية قدر الله سبب حادثة أدت إلى وفاة، والمعاينة الفنية أثبتت إن التيل هو السبب، بموجب الفاتورة اللي موجودة بنرجع للمستورد أو منشأ هذا التيل اللي دخل، خدت بال حضرتك، وبتوقع عقوبات بتصل العقوبات يمكن ل 25 سنة سجن مؤبد وغرامة من 200,000 جنيه ل 2 مليون جنيه. خلي بال حضرتك إن الرضع في العقوبات هيخلي فيه التزام وانضباط في السوق أكيد. المصري بإذن طيب الله. هرجع لحضرتك تاني، احنا ناخد تليفون بس، معايا مصطفى من القاهرة. الو الو. ايوه يا فندم. ايوه استاذ مصطفى، اهلا بخير يا فندم. صباح الفل يا فندم، اتفضل. انا لسه فاتح برنامج وما صدقت فيه اتصال، ومعانا الاستاذ حماد المستهلك على راس من فوق. انا تاجر الموتيل الومنيوم، خام الالومنيوم بنبيع الخام. حضرتك احنا اتفضل يا فندم. طب معلش قول لي كده بالاول، انت مشكلتك انتوا بتبيعوا الومنيوم؟ اللي هو اللي انتوا بتسموه الموتيل. يعني احنا دلوقتي احنا المفروض ان احنا خاضعين لشركه مصر للالومنيوم، بتغير السعر مره كل شهر. فاحنا دلوقتي فوجئنا ان احنا في اليومين دول السعر اتغير بارقام فلكيه من التجار. عشان قالوا لنا المنتج غالي في الدور في البورصه، فالمصانع هتقلل البضاعه عشان مصر الالومنيوم مش هتجيب خام. احنا عايزين نوصل الحل، ممكن نشتكي ازاي؟ ازاي نوقف استغلال كتجار كبار ومصانع في تغيير السعر في نص الشهر وهو بيتغير اول الشهر من مصر الالومنيوم؟ الحاجه الثانيه، انا ليه بمشي بسعر البورصه العالميه في كل حاجه واقول لا اصل ده السعر العالمي بتاع الالومنيوم وانا مش عايش عيشه عالميه؟ طيب خليك معايا مصطفى. طيب مصطفى اهلا وسهلا بيك. انا اولا مش من جهاز حمايه المستهلك، انا نائب في البرلمان المصري وعضو في لجنه الدفاع والامن القومي، وكنا بنناقش موضوع القانون بتاع حمايه المستهلك اللي لسه مخلصينه الاسبوع ده. مصطفى انا عارف ان في مافيا كبيره في السوق المصري وعددها لا يزيد عن 25-30 واحد تحكموا بالفعل في السوق المصري. وشو حضرتك قرار واقع عليهم ازاي؟ يعني انا جاي لحضرتك. يمكن على فكره جوهر القانون ده احنا ما خطبناش بيه او ما تعاملناش بيه مع الموزع الصغير. احنا جبنا من فوق الاباطره اللي من فوق اللي استغلوا ان هو يبقى ممكن المنتج الوحيد للسلعه دي، وابتدى يتلاعب
في السوق المصري. يمكن القانون ده وده خد صعوبة ان احنا نتكلم في الموضوع ده. بقول لحضرتك عدنا 8 اشهر في اللجنة الاقتصادية نتكلم فيها. ده انا عاوز اقول لحضرتك على حاجة يا مصطفى. وصلوا من الفجر ان احد الاباطرة الكبار اللي حضرتك بتحكي عنهم مع اللواء مصلحي اللي كان وزير التموين السابق، وانا بقولها على الهواء متحمل مسؤوليتها وقلتها في الجلسة العامة، قال له في عز الأزمة اللي كانت مصر بتعاني من الرز ومفيش رز فيها، مش هنزل لك حبة رز واحدة في السوق إلا بمزاجي وبالسعر اللي حددوه. تخيل حضرتك لما تسمع الكلام ده تعمل إيه؟ كان لازم يبقى فيه وقفة، ولازم يبقى فيه يعني إيد من حديد بتضرب على المستغلين للظروف في المنظر ده. كان فعلا في حالة فجر في التعامل مع اقتصاد البلد ومع الأسعار ومع المواطنين، ووصلنا المرحلة عشان ما فيش مواد قانونية تمكننا وتمكن الدولة. ما هو بيقول ما هو الشكوى زي اللي عند الأستاذ مصطفى وزمايله دلوقتي وتلاعب في بالظبط، هو هيقول له مش عاجبك اتفضل مع السلامة. لا النهاردة بقى هو لما يبقى موجود هو هيشتكي ازاي؟ هو يعمل ايه دلوقتي؟ اولا في جهاز حماية المستهلك وتليفوناته يعني معروفة، ممكن نجيبها لحضرتك دلوقتي الأرقام الأرضي بتاعتهم والرقم الخاص بتاعهم تمام. والجهاز بقول لحضرتك دلوقتي في محض الإنشاء والانتشار والتوسع على مستوى الجمهورية يعني بالكامل. هو يقدر يتواصل معهم دلوقتي. طب احنا خدنا رقم مصطفى يا جماعة، خدنا رقم مصطفى ولا لا؟ لو كنا خدنا طيب. رقمه احنا نتصل بيه وهنديله التليفونات. مصطفى الشكوى بتاعتك بإذن الله اعتبرها وصلت، احنا هنوصلك بحد من جهاز حماية المستهلك، وأرجوك تابعنا علشان تعرف حقك برضو دلوقتي في القانون الجديد بإذن الله. اتفضل ست رامي. يمكن دي أهم العقوبات اللي نازلة، إلى جانب بقى عقوبات وغرامات بتناهض أي مخالفة لأي مادة من مواد القانون. قلنا الأول احنا بنظبط العلاقة ما بين حضرتك وما بين المورد أو الموزع أو اللي بتتعامل معاه بالفاتورة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، المنتج بتاعك خلال 15 يوم أو 14 يوم تحديدا إذا ليك الحق أن انت ترجعيه بدون إبداء أي أسباب، دون إبداء أي أسباب. طب أقول لحضرتك بموجب الفاتورة اللي بموجب الفاتورة أقول لحضرتك حاجة، في بعض السلع وخلينا نقول الأجهزة مثلا الكهربائية، انا اشتريت جهاز معين وعايز ارجعه، مش مهم ليه، المهم ان انا عايز ارجعه، فرجعته في خلال السبع ايام او الخمستاشر يوم الاربعتاشر يوم المحددين، فانا عايز اخد الفلوس، فيقولي لا مش هينفع تاخدي الفلوس، خدي حاجة تانية مكانه. هل هو من حقه؟ لا مش من حقه طبعا، في النص القانون الجديد. هو طبعا انا كان نفسي طبعا المساحه تبقى اكبر عشان نقدر ان احنا، لان ده دوركم برضو، انا اسف معلش. وانتم يعني لكم جزيل الشكر ان انتم نوهتوا عن هذا الموضوع، انما لازم تعد حلقات للناس عشان الناس تفهم ماده من مواد القانون. انا بعتبر القانون ده من اخطر القوانين اللي اصدرها البرلمان. المواطن ما بيبقاش عارف حقه، فلما التاجر يقول له او انا اروح للمحل يقول لي كذا فخلاص. لا احنا الزمنا بقى التجار في مكان واضح يحط يافطة أو لوحة بحقك كمستهلك ان انت ترجع خلال 14 يوم بدون ابداء اي اسباب، وخلال شهر اذا ظهر حاجة معيبة وتستبدلي او تاخدي التمن بدون نقاش وبدون كلام. طب امتى يبقى مش من حقي ارجع المنتج؟ اذا كان بعض المنتجات يتغير شكلها. النهاردة ما تروحش تشتري فستان سواري انا اسف وعشان تحضري بيه فرح وتخلصي المناسبه بتاعتك وتيجي تحطيه في الكيس وترجعي للناس تقول لهم لا انا مش عاوزاه. هو يعرف منين؟ لا ما هو بيبقى، ما هو النهارده الاستعمال بيبان. ما النهارده شرط ان تكون السلعه على نفس الحاله اللي حضرتك اخدتيها عليها. ما اصبحش فيه مانع، وده حدد في القانون، يعني ده اتحدد تماما. بس احنا بنتكلم في اكتر من 75 ماده، لو قعدنا نتكلم فيها هيبقى وجبه دسمه على الساده المشاهدين. بس تفهم واحده واحده، انما خلينا نقول ده بس هو من حقه يرجع المنتج وياخد فلوسه خلال 14 يوم او الشهر لو ظهر فيه عيب. طب اي منتج يا فندم؟ لا السلع بقى المعمره انت بتقعدي سنه اقدر ارجعها في خلال سنه؟ يا فندم اذا ظهر فيها عيب ترجعيها وتستردي فلوسك او تستبدلي عربيه. يعني العربيات احنا كنا بنتكلم لما بتحصل عيب في عربيه انت بتعالجي العيب، لا ظهر عيب وعاوزه ترجعه عيب رئيسي لا بترجع. وليه ما يقوليش ده عيب استخدام؟ لا عيب استخدام. لا في بقى اجهزه معاونه لجهاز حمايه المستهلك ولجان فنيه هي اللي بتطرح وبتناقش وبتشوف وتقر اذا كان ده عيب استخدام او اذا كان عيب تصنيع وانتاج. اوكي طيب ناخد تليفون فتحي من سوهاج. الو يا استاذ فتحي. ايوه اتفضل. انا اشتريت ثلاجه توشيبا العربي
وبعدين وطي التلفزيون وبعدين اتكسر الجرد التحتاني. ايه اللي اتكسر؟ الدرج؟ الجرد اللي في التلاجة اللي تحت. وبعدين رحت التوكيل قال لي اتصل علي بعد 15 يوم اعطاني الرقم. اتصلت عليه قال لي لسه ما جاش. اتصلت يجي 50 مرة مجهول. نهايته قال لي تعالي دلوقتي. المهم روحت قال لي بالنسبة للجرد ما لكش جراد عندين، بس هي ممكن تاخد الجرد ب 150 جنيه من السوق السعودي. ازاي ما فيش وب 150 جنيه؟ والله العظيم 150 جنيه من كلمة. وانت عملت ايه بقى لما ده حصل؟ ما خلاص اتحطيت في المروق ما رضيتش ناخد الجرد. قال لي نبقى يكون نتصل ما فيش وفي الاخر قال لي اتصل بالشركه ماليش دعوه. طيب سيب رقمك يا استاذ فتحي لو سمحت، هاخد رضا من القاهره. الو صباح الخير يا فندم. صباح النور يا استاذ رضا، اتفضل. بحيي طبعا الاستاذ الفاضل اللي قاعد مع حضرتك، بس انا للاسف ما اعرفش البوزيشن بتاعه ايه، او هو تبع حمايه المستقبل. العميد اشرف جمال عضو لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب يا فندم، هو مقدم مشروع القانون ومعاه نص القانون اللي هيحمي المستهلك. طب سياده العميد صباح الخير. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. حاليا موضوع ال 14 يوم اللي حضرتك تكرمت وتفضلت اللي هو بدون ابداء اي راي. تمام. مفيش جهه فيك يا مصر ايوه بتحترم هذا الموضوع. واحنا لسه قانون ما اتطبقش، احنا لسه قانون مخلصينه في المجلس الاسبوع ده. انما كن متاكد هو عشان مفيش جهه بتراقب السوق وبتدي سيادتك حقك. تمام. وده عالجناه في جهاز حمايه المستهلك، هناك جهاز وطني محترم تم تشكيله ونقلنا تبعيته للسيد رئيس مجلس الوزراء، وهذا الجهاز هينتشر في كل المحافظات. ده اللي هيضمن حقك كمستهلك. واذا كنت حضرتك تابعت الحلقه من البدايه، في عقوبات رادعه تصل للحبس 15 سنه و25 سنه لاي متعدي علينا كمستهلكين. وانا باكد انا مش ضد التجار ولا ضد الاقتصاد في مصر، ولكن انا برعى التاجر الحر النزيه اللي يحترم اقتصادنا ويحترم صحتنا. تمام يا استاذ رضا. أي سامع حضرتك في حاجه بسيطه تمام اضيفها لسياده العميد اسهل من كده. اتفضل. سياده العميد احنا لو بعد الناس اللي يثبت عليهم اللي هم مش ملتزمين بالقانون، حاجه بسيطه قوي لو تم الاعلان عنهم بالجهات السمعيه والمرئيه. ما تتعاملش يا جمهور مع الناس اللي مش محترمين. صح. تمام. الباقي كله يحترم نفسه. تمام. شكرا. تمام. وده برضو انا عاوز اقول حاجه برضو، دي هو فتح معانا نقطه مهمه. تمام. ان في شهاده بتعطى، شهاده صديق المستهلك دي بتعطى من جهاز حمايه المستهلك لمين؟ للي يحترم نفسه مع الشعب المصري. اللي يحترم نفسه مين؟ من التجار؟ من التجار والمنتجين. تمام. حضرتك هتمشي بما يرضي الله معانا وتحترمينا وتحترم اقتصادنا وتحترم الشعب الغلبان اللي اتدهس من الاسعار وتحترم صحته وصحه اولادي؟ هشيلك على دماغي من فوق ونديلك شهاده صديق المستهلك، واعتقد دي مردودها التجاري هيبقى كبير. تمام. اذا ما كانش يبقى السجن هو البديل. طيب ناخد ايمن. الو صباح الخير يا فندم. صباح النور يا استاذ ايمن، اتفضل. من فضلك بالنسبه لموضوع ضبط الاسعار، انا شايف الحقيقه في ظل الوضع الحالي للسوق المصري الاقتصاد مفتوح. الو حضرتك. ايوه يا استاذ ايمن، كمل كلامك اتفضل. طيب بما ان احنا في اقتصاد مفتوح ومفيش قانون بيلزم بنسبه ربح للتجار، فعلى الاقل الدوله يكون ليها دور ان هي تلزم المنتج انه يقدم جوده معينه تراقب الجوده بتاعته. لكن حضرتك الاسعار يعني كلنا متفقين ان هي عماله تزيد بشكل مبالغ فيه جدا بدون ضوابط وبدون قواعد، لكن في المقابل الجوده عماله تقل، فالمكسب بتاع التاجر او المنتج بيزيد. دور الدولة ان هي تضبط بين زيادة السعر وبين جودة المنتج. تمام. شكرا يا ايمن. ما ايميل من القاهرة. ايميل. الو الو. ايوه استاذ ايميل اتفضل. ايوه حضرتك، بقول لحضرتك انا اشتريت كاتل، ده اللي هو الغلاية يعني كاتل. ماركة معينة، مسموح ان انا اقول اسمها ولا لا؟ مش لازم. مش لازم. المهم انا استخدمت الكاتل ده لمدة اكتر من سنة. وبعدين هو طبعا الحاجات دي بيبقى عليها ضمان سنه. اتفاجئت في مره وانا بقوم بتنظيف الكاتل ده من جوه
حطيت ايدي كده من جوه، طلعت في ايدي سوري يعني سواد غريب جدا. اتضح ان الكاتل من جوه الماده اللي معمول بيها ماده بلاستيكيه بتتحلل. طبعا ده يعتبر عيب صناعه غير عادي يعني. بتتحلل وبتعمل لون مع الميه السخنه. ده عيب صناعه ويضر بالصحه كمان العام. انا بيستعمل انا بنضفه من جوه بس كده بايدي، طلعت كم من الفحم تقريبا. لا ما تخافش يا استاذ ايميل، معلش اذا سمحت لي في الرد على حضرتك، اذا كان الكلام ده حصل بعد تنفيذ القانون ده انا اتحداك لو منتج طلع حاجه فيها شيء هيضر بصحه مصري، احنا وصلنا العقوبه ل 15 سنه، اللي هيلتزم معانا على دماغنا من فوق مش هيلتزم، انا بكرر ملوش غير السجن. ما تخافش ما تقلقش، اذا كان حصل تلاعب في وجود عدم سيطرة على الأسواق، وبرضو احنا عشان نعذر المسؤولين مفيش قانون كان بيسرد عليه، احنا دولة قانون وعشان تشتغل لازم يبقى في مواد قانونية تشتغل عليها. شكرا أستاذ إيميل. معايا نهاد من القاهرة. ألو. أيوة فندم. اتفضل يا فندم. صباح الفل. أهلا بيك. حضرتك أنا عندي شكوى، اشترينا ثلاجة، اشترينا غسالة هدية لزانوسي لبنتي كعروسة عقبال أولاد حضرتك يعني. تمام؟ فبعد الضبط من شغلها وهي عروسه تقريبا بست شهور او خمس شهور بدت مشاكل فيها، ونتصل بالتوكيل، التوكيل يجي يقعدوا يعملوا فشل شغل كده وخلاص، لغايه لما خدوها الشركه والعيب رجع بنفس العيب، بنكلمهم قال لك لا اصل انتوا مش عارف ايه، المهم مش عارفين نوصل معاهم لحل. فيا ريت حضرتك تدلينا نعمل ايه، لان بصراحه يعني حرام. جهاز حمايه المستهلك. ناخد ارقام تليفوناتهم بس يا جماعه لو سمحتوا، ناخد ارقام تليفونات الساده المواطنين بس اللي بيتصلوا علشان نوصلهم لجهاز حمايه المستهلك. احنا ما بنبقاش عارفين حقنا على فكره، يعني ما بنبقاش عارفين هو يتوجه فين، وبعدين الطريقه اللي بيتعمل يعني. انا مثلا فرضا حصل حاجه زي كده والاستاذ راح المكان اللي اشترى منه فتعامل وحش، انا مين هيجيب على الجهاز على طول؟ جهاز ده بحضر يحرر بالواقعه، وفي ناس بتنتقل وتعالج وتشتغل وتتعامل مع الواقعه وتطبق عقوبات على طول لو في اي حاجه. في نقطة مهمة برضو من استطرق ليها القانون، المسابقات اللي بتظهر في التلفزيونات وبتستدرج المواطنين وما تكونش ليها أساس. ده لازم أي مسابقة في هذا القانون الجديد لازم يرجع لجهاز حماية المستهلك وياخد موافقة بيها والجهاز يصرح بيها. النقطة الثانية، إذا حضرتك منزلة منتج لا قدر الله في السوق وتبين إن هو في يعني فاسد أو في مشكلة، خلال 7 أيام لازم يخطر الجهاز، يعني انا كمنتج خلال 7 أيام لازم اخطر الجهاز واوقف خط الانتاج بتاعي واسحب الحاجات اللي موجوده في السوق وارجع لو في حاجه مع المواطنين ترجع تاني وياخدوا فلوسها. حاجه تانية، اعلانات بقى المباني والعقارات والشقق والكمبوندات اللي ماليه التلفزيون ده اتحط ليها ضوابط، والضوابط دي لازم الشركه عشان تعلن عن وتسوق المنتج العقاري بتاعها لازم تكون حاصلة على التراخيص اللازمة، لأن احنا لقينا في الفترة اللي فاتت في ناس كتير اشترت في إعلانات ودخلت مع شركات وفي الآخر لقيت وهم ولقيت أراضي مبنية على أراضي دولة ولقيت في نزاعات قضائية وقانونية. يبقى قبل ما حضرتك تطلع الإعلان لازم تكون حاصلة على الترخيص. طب في نقطة عايز أسأل حضرتك فيها، هاخد بس التليفون عشان الوقت معايا. عزت من القاهرة يا أستاذ عزت. ألو ألو استاذ عزت، معانا ولا مش معانا؟ الو. ايوه استاذ عزت. صباح الخير يا استاذه مها. صباح النور يا فندم، اتفضل. تحياتي لحضرتك ولضيفك. انا بس عايز اسال الضيف الكريم، لان هو بيتكلم على اساس ان هو كان احد مقدمي المشروع ضمن نواب اخرين وحتى الحكومه كانت مقدمه. صحيح. حضرته بيتكلم بيقول احنا بقى عندنا قانون وبقى عندنا جهاز. لا، احنا دلوقتي من غير القانون ده ما يتم الموافقه عليه نهائيا باغلبيه التلتين، لان هو قانون مكمل للدستور. فمفروض ان احنا عندنا قانون اللي هو 67 ل 2006، والقانون ليه مواد ومفروض ان فيه جهاز وليه افرع ومفروض ان هو ليه حاجه بيشملها وبيطبق بيها، والمجهود اللي بيقوموا بيه اللي هو عاطف يعقوب والفريق اللي معاه مجهود يشكروا عليه. انا ليه شويه ملاحظات بس على الكلام اللي هو بيتقال عشان يبقى نحط الامور النقط على الحروف زي ما بيقول. اتفضل يا فندم. الجهاز ليس منوط به ان هو يحدد الاسعار. محدش من اول السطر
لانه ملوش علاقه بتحديد اسعار في سوق مفتوح. كل الحكايه ان هو بينظم ان هو السعر يبقى موجود وما يبقاش فيه تلاعب، بس ما فيش اكتر من كده. حاجه الثانيه النوعيه والاحتكار والكلام ده، فيه اجهزه مكمله اللي هي جهاز منافسه الاحتكار، وده تابع للتجاره والصناعه ومفروض انه بيقوم بدوره. هيئه سلامه الغذاء، ومفروض انه يبقى فيه تنسيق ما بين القانونين، لان هو ده بيشترط على جوده سلع، ومفروض ان دي هيئه وهيبقى لها، لان انا مش هرمي كل الحاجه على وحط كل الامال هتبقى على جهاز حمايه المستهلك. لا العدد بتاع الافراد ولا القانون ولا الاليات ولا حد اللائحه التنفيذيه. الاثار الاقتصاديه اللي سيادته ذكرها مفروض ان هي تبقى ما هياش سلبيه على الاقتصاد. لما شدد ما مفرحش ان انا اقول ان لا كلهم هيدخلوا السجن، ما ينفعش الكلام ده. حتى في ان انا النهارده انا بيهمني التنميه الاقتصاديه اللي هي هتقدم مصر قدام، مش اي حاجه تانية ولا عقوبات ولا الكلام اللي هو موجود بيتكلم. تمام يا فندم. الحاجه الاخيره يا استاذه مها، اتفضل. بالنسبه للقانون كان في مناقشات طول المسودات وطول الفتره اللي فاتت كلها، لان القانون بيتناقش بقى له مده كبيره قوي. كلمه السعر العادل والمجلس ما توصلش فيها لحاجه، ولا حتى ان هو يحددوا يعني ايه سعر عادل. احنا مش هنخترع العجله، في قوانين حمايه المستهلك في دول كتير جدا، بس احنا بنوائم القوانين دي لطبقا لظروفها، بيسموه كاستمايزيشن، ان انا بعمل ده وتوائم مع الظروف المصريه علشان اقدر واعلي شويه بشويه قانون حمايه المستهلك. انا ليا تجربه شخصيه ومش هقولها على التلفزيون، اكتر من انه انا قعدت سنه مع شركه مصريه علشان تغير اكره بوتاجاز، وكان القانون قائم والعقوبات قائمة والالتزام قائم والأفراد قائمين. الثقافة مهمة جدا أكتر من أنه النهاردة كل الناس تبقى واعية بحقوقها، وكل المنتجين يلتزموا زي ما سيادة العميد بيقول بواجباتهم عشان العملية كلها تمشي. وأتمنى لكم التوفيق يا مهام، شكرا جزيلا. شكرا ليك يا أستاذ عزت. أستاذ لحضرتك بس تعليق يعني على مداخلة أستاذ عزت. أولا أنا ما قلتش أن هيتم تحديد أسعار، إحنا قلنا أن إحنا في سوق مفتوح مبني على العرض والطلب، دي جزئية. الجزئية الثانية، إحنا مش بنلوح بالحبس للتهديد ولا الردع، ولكن بنقول اللي يحترم اقتصاد هذا البلد ويحترم صحتها هنشيله على دماغنا من فوق، بل بالعكس ندفع وراه دفع. إنما اللي يحاول يستغل أو ينتهز أي فرصة من الفرص للإضرار بالسوق او بصحه الشعب المصري، احنا ليه بالمرصاد. الماده الاولى يا استاذ عزت من القانون بتقول يعمل باحكام القانون المرافق في شان حمايه المستهلك، وذلك مع عدم الاخلال باحكام كل من قانوني حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه الصادر بقانون رقم 3/2005 والهيئه القوميه لسلامه الغذاء الصادر بقانون رقم 1/2017. وضعت في الاعتبار كل النقاط اللي سيادتك تحدثت فيها، وان شاء الله يكون القادم افضل للسوق المصري باذن الله. طيب أنا عندي سؤال أخير يا فندم، هل هيتضمن هذا القانون القنوات اللي بتعلن عن الأدوية والمنشطات الجنسية والحاجات دي؟ الحاجات اللي هي بيبقى فيها خلل أو بتماس القيم المجتمعية، ده كان في مادة فيها، لأن لازم أي منتج أو حاجة معروضة لازم تتناسب مع القيم المجتمعية بتاعتنا، لأن احنا كان في فعلا زي ما حضرتك تفضلت، أنت فتحت نقطة فعلا موجودة في القانون، إن كان في انفتاح غير عادي في بس ما يريد المنتج ان هو يبسه، مش شكله عاوزه، لا، احنا مجتمع له قيم، له عادات، له تقاليد، لابد ان تحترم هذه القيم والعادات والتقاليد. انا سعدت بلقاء حضرتك جدا يا فندم، يعني اكيد لنا لقاءات اخرى في القريب العاجل. العميد اشرف جمال عضو لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، شكرا لك، شكرا جزيلا. مشاهدينا هنروح نشوف تقرير، حيث احتفلت سفارة رواندا بالقاهرة بمناسبة إحياء ذكرى 24 للإبادة الجماعية في رواندا، وذلك بحضور عدد من سفراء دول العالم المعتمدين في مصر وأيضا الشخصيات العامة. نشاهد. We'll be right back.
message that we have is to respect the dignity of the human being, even in times of war and conflict. The rules of international humanitarian law are important to be respected at all times, and this is an important contribution to prevent genocide and other atrocities from happening. Why I'm attending today is because I'm trying to remember, reunite and renew. That's the theme of today. That's what makes me to attend. And second of all, I'm a friend of Rwanda. So I wouldn't want what happened in 19, back there in the genocide to happen again. That's why I'm trying to join with them to celebrate this day, to remember this day. I have been invited by our colleague and friend and brother, Mr. Eric Kayode of Rwandan Embassy. And we are here to commemorate the genocide that happened in Rwanda, whereby more than 1 million people lost their lives. And I think this event is highly, very important, not only to the Rwandans, but to all of us and to humanity in general. We have to understand that the loss of life is a very painful issue that may not be forgotten. That's why we are remembering it. But as they have rightly said, we should remember, then we try to reunite and then to renew our energies in order that the victims of genocide and war, civil strife, like what we are seeing in Libya, what we are seeing in Syria today, what we are seeing in Yemen. But the reason of attending this ceremony because we are trying to recap or to remember, to commemorate the 24th year after the genocide due to massive people who died during that genocide. So we came to remember them, we pray for them, and we try to recap, also to forget what happened during that time. ونحن نحتفل اليوم بالذكرى 24 لانتهاء الإبادة الجماعية برواندا. نأمل أن نحتفل قريبا بانتهاء الحروب في الدول العربية الشقيقة سوريا، ليبيا والعراق واليمن. رضينا أبو زيد، نهاية الأسبوع. قبل ما نروح لفقرتنا الأخيرة وفقرة النفقات وإيه اللي بيوصلنا للصراعات على النفقة، خلونا نشوف تقرير أيضا مهم. المؤتمر الإقليمي رقم 29 للجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، وذلك بحضور نخبة من أساتذة الطب في مرض السكر في مصر، وأيضا لفيف من أساتذة الطب بالجامعات المصرية المختلفة ورؤساء الجامعات، وكمان العديد من الشخصيات المهمة تم بالأبحاث الطبية. مشاكل مرضى السكر كمان خصوصا في شهر رمضان والحوامل وكبار السن والأطفال وغيره، كل هذا في التقرير اللي جاي مشاهدينا مشاهدي نهاية الأسبوع. ابقوا معنا. مشكلة كبار السن في رمضان هي المشكلة طبعا بالنسبة لتخصصنا يعني في موضوع السكر، هي عملية تنظيم السكر، لأن المريض بيبقى عنده مفترض إنه هيغير جرعاته من أكتر من مرة في اليوم، هياخد جرعتين لا مع الفطار مع السحور، خصوصا لو كان طبعا مصر إنه يصوم. فاحنا بنبقى بنواجه تشالنج معين، إن احنا المريض في نفس الوقت احنا مش عايزينه إنه في خلال فترة الصيام يحصل هبوط في موضوع السكر، وفي نفس الوقت عايزين انه يكون نقدر نحاول نوصل للتارجت والهدف بتاعنا في ضبط السكر خلال اليوم. احنا دايما بنفضل ان احنا نشوف مريض سكر قبل الصيام بشهر. في نوعيات معينه، مش كل مرضى السكر يقدروا يصوموا. السيده الحامل اللي ما عندهاش مرض يمنع الصيام، القران والدين وربنا سمح لها بالافطار.
بالعكس هو مش سمح لها، هو طلب منها الإفطار لأن الصيام قد يؤثر على مشاكل ليها ومشاكل للجنين. تنظيم السكر وضبطه مع الأدوية وتغيير مواعيدها وجرعاتها بما يتناسب مع كمية الغذاء والفترة الصيام قد إيه، ودي لها حسابات محسوبة ونتائجها كويسة. طالما ما فيش تأثير صحي شديد ممكن المريض يصوم، بس تغيير جرعات ومواعيد أدوية السكر. العين طبعا الأنسولين هو اللي بيشكله مشكلة كبيرة جدا في الصيام، فيعني الحقيقة هم مجموعة نعتبر أنها مجموعة خطيرة أن هي تصوم، يمكن في أنواع معينة من الريجيمين بتاعت الأنسولين صعب قوي أن هو يصوم. احنا الحقيقة دايما بنقول للعيان ما تجيش وتقول انا حصوم بكرة رمضان، لازم قبلها على الاقل بشهر او شهرين تشرفنا في العيادة علشان نقول لك ازاي تعمل الصيام. وساعات حتى بنقول لهم لو تقدروا في شهر رجب او شعبان تعملوا كده ترايل ان انتوا تصوموا يوم زي رمضان ونشوف، لانه لو العيان حصل له هبوط في السكر اقل من 70 او اكتر من 300 ده ما ينفعش ان هو يصوم. فاحنا بنقول لهم الارشادات طبعا، نوعية الاكل في الصيام بتبقى ذات سعرات حرارية عالية سكريات، فبنقول لهم يقللوا الكميات وانهم لازم ياخدوا وجبة فطار كويسة ووجبة سحور كويسة، لانه بعض المرضى بيقولوا لا احنا ما بنتسحرش، فده طبعا معرض لهبوط السكر بصورة كبيرة. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، آخر فقرة في حلقتنا النهاردة من برنامج نهاية الأسبوع وقضية النفقة، مشكلة النفقات. وزي ما قلنا كده في البداية احنا بنوصل لمرحلة سيئة جدا لدرجة ان احنا بنستعمل النفقة دي للضغط على بعض، سواء الزوجة بعد ما بتنفصل او سواء الزوج اللي بيربط دايما النفقات حاجات معينة، هما الاثنين بيبقوا غلطانين. النفقة يعني حتى لو احنا وصلنا ان الطلاق ده كان خلاص اخر حل عملناه وطريقة لازم تكون هادية ومتحضرة، دايما كده بنربط النفقات او الفلوس بحاجات انسانية. شيء سيء جدا ان احنا نربط رؤية الاولاد بالنفقة، وشيء سيء جدا ان هو يضغط عليها ويقول لها مش هديكي نفقة لو ما عملتيش كذا او لو ما تنزلتيش عن كذا. الصراع ده صراع يعني غاية الحقيقة في الالم، لانه بيكمل على الطرفين، يعني بيكمل على الطرفين بالدمار التام، والضحية في الاخر هم الاطفال. هنعرف تفاصيل اكتر ونرحب طبعا بضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، الاستاذه منى الكراشي المحاميه وعضو لجنه المراه بالنقابه العامه للمحامين. اهلا بيكي يا فندم، صباح الخير. برحب ايضا بالاستاذه سامع الجاج المحامي بالنقد، اهلا بيكي. اهلا بيك استاذه مشاهدي. طيب استاذه منى، النفقه فعلا في ظل التزايد الشديد في حالات الطلاق اللي اصبحت كل دقيقتين للاسف الشديد دلوقتي، النفقة دلوقتي أصبحت طريقة للضغط، حضرتك شايفة الموضوع ده إزاي؟ وشايفة هل أنا من حقي أن أنا أضغط عن طريق النفقة ولا المفروض أعمل إيه؟ القانون المصري أو المشرع النفقة الزوجية أو المشرع قانون الأسرة نفسه كانت أول مادة بتلزم الزوج بالنفقة الزوجية لأهميتها. يعني النهاردة النفقة لو هي طالما تم العقد الصحيح وان النهارده هي بقت تحت طاعته ونظير احتباسه لها لابد ان ينفق عليها. هي الضغط بيبقى من الزوج بقى، يعني بيبقى اعملي كذا وانا اديكي، او لا خلاص مش هصرف عليكي، او بالنسبه لنفقه الاولاد ده بعد الطلاق او بعد الطلاق واحيانا اثناء العلاقه الزوجيه برضو، يعني العند بيوصل لنفقه الصغار. طب انا النهارده شرعا وقانونا انت ملزم بالنفقه، لكن بالنسبة للزوجة هتضغط عليه في ايه؟ النهاردة هي محتاجة مصاريف، مين اللي يأكل ولادها، مين اللي يشربهم، مين اللي يصرف عليها اثناء مثلا انفصال دون ان يكون انفصال طلاق. ف
في العلاقه، انفصال كده. نفرض ان هي ملهاش اهل تروح تقعد عندهم او اب يديها فلوس، في الحاله دي هتكون ايه وضعها؟ وخصوصا كمان اثناء نظر الدعوه اللي هي راحت ترفع دعوه نفقه، طبعا بيحصل تلاعب في التحريات وتلاعب وتاجيلات وكده. اثناء الفتره دي مين الملزم انه يصرف عليها؟ هل هنقول تشتغل في ظل البطاله اللي احنا في المجتمع النهارده؟ ولو هي ما عندهاش وكرست حياتها للحياه الزوجيه، ما عندهاش شغل، ما عندهاش شغل، ما عندهاش اساسا خبره ولا مؤهلات تاهلها انها تعمل، فاذا الضغط ما بيكونش من الطرفين، هي هتضغط ليه؟ بتضغط احيانا لما تقول له مثلا زود النفقه او مش هتشوف الولاد، ده بعد الطلاق بقى بكذا يعني؟ لا فاطة. مش هتشوف الولاد دي اساسا بعد الطلاق، في اساسا القانون نظم العلاقه دي ان هو دعوه رؤيه، ولو اساسا هي ما التزمتش في الرؤيه بيرفع دعوه اسقاط حضانة عليها، فمفيش ضغط. ولكن طيب النهارده ما يكون في عقد ودي والعلاقه وديه ونكتب فيها ان هي نفقتها كذا وهو يشوف الاولاد، فاذا انعدم بند من العقد انا انفذ بقيه الالتزامات ازاي اذا كنت انت مش ملتزم ببند منهم؟ تمام. استاذ عصام شايف الموضوع ازاي؟ احيانا يعني مثلا استاذه منى كانت بتقول ان هو احيانا بيحصل تلاعب، فبتلاقي نفسي ان انا واخده في الاخر نفقه قليله جدا ممكن ما تكفيش، وهو ده اللي موجود وخلاص. هي دلوقتي برضو ممكن تعمل ايه يعني؟ النفقه دي انا المفروض ان هي حاجه بتحافظ لي على الكيان بعد خلاص لا قدر الله حصل الطلاق وبعد محاولات للاصلاح، انا المفروض اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بصي مش احنا مش عايزين نحصر ونختزل موضوع النفقات في قانون الزوج بيعمل ايه والزوجه بتعمل ايه والقانون بيقول ايه او خلافه، لا، هي بترجع في الاساس لو احنا طبقنا شرع ربنا سبحانه وتعالى وان احنا ما نسيناش الفضل بينا كزوج وزوجه، صدقيني مش هتلاقي قضيه في المحاكم. زي ما بيقولوا كده لو ادى كل واحد فينا اللي عليه من زكاه مش هتلاقي فقير، مش هتلاقي فقير. نفس القصه لو الزوج التزم وراعى ربنا في زوجته واولاده وهي التزمت هذا الامر مش هتلاقي قضيه في المحاكم. لكن التلاعب بيتم من الاثنين، بمعنى الزوج للاسف الشديد اللي مش عايز يصرف، الموضوع مش موضوع طلاق او خلاف، هو مش عايز يصرف، هو من ساعه حتى اما بيبقى متجوز بالظبط ده اللي انا عايز اقوله، ده اللي انا عايز اقوله. وعشان كده الواقع بتاعنا بنشوف حاجات كتير قوي قوي قوي، صدقيني رغم ان في العند بيركب الاثنين وكل واحد فيهم بيبقى فيه عمليه نديه، لكن اللي انا عايز اقوله ان واقع المحاكم بيصور لنا مدى اذا كان في سلوكيات سيئه داخل كل بني ادم فيهم ولا لا. بمعنى ان في زوج بيبقى ملتزم او ملتزم بالنفقات اكتر من الاول، اكتر ما هو عايش، لو هو عايش بيصرف على اولاده، لو هو عايش مع زوجته، ومستقرين كحياه زوجيه بيصرف 10 قروش في نفقه ممكن يصرف 20 عشان ما يحسسش اولاده بان في غبن وقع عليهم من جراء ان هو انفصل عن زوجته او خلاف. وفي واحد بيبقى عايش مع زوجته وبخيل بصرف النظر، انت فاهم انا عايز اقول ايه، ومعاه كتير وبخيل اثناء الحياه الزوجيه، فالموضوع مش متعلق باستقرار الحياه الزوجيه او عدم استقرارها. تمام. طب فرضا دلوقتي بقى حصل الطلاق وهي مش عارفه تاخد النفقه، هي بقى هو بيحصل هنا للاسف الشديد في حالات، بس انا مش عايز اتكلم عليها انها حالات نادره، الزوجه في بعض الزوجات بيبقوا هم متربصين بان ممكن ده يحصل من الزوج، بمعنى انها مجهزه نفسها لاي سبب من الاسباب، بتشوف صاحبتها جنبها ايه، جارتها عملت ايه، انا اقول بعض الزوجات، فبتبقى متحوطه لهذا الامر، عارفه دخله ايه، عارفه شايله مستندات معينه تفيد هذا الدخل من قبل ما يحصل. وفي زوجه بتبقى غلبانه جدا ومفترضه حسن النيه في الزوج وفجاه، ورغم ان هو سري، وفجاه بتلجا للمحاكم وبتقدرش تثبت ثراء الزوج، وبالتالي بيحصل عليها غبن او يحصل ظلم، وخاصة إذا كان ذلك الزوج مش موظف حكومي. طب معلش ثانية واحدة، يعني أنا المفروض دلوقتي قبل يعني وأنا داخلة أتجوز أبقى واخدة معايا ورق ودوكيومنتس إن ده دخله كذا وكذا عشان لا قدر الله لما أطلق أبقى أعرف آخد نفقتي؟ أنا ما قلتش ده يا فندم، ده إيه ده؟ لا هو بس أنا ما قلتش، أنا قلت دي حالات المحاكم بيبقى فيه مشاكل وبيبقى واضح إن هم هيروحوا المحاكم، فاثناء الفتره دي اصل النهارده مش هنبقى كويسين بكره نسمح نروح المحكمه، فبتبقى في فتره بتقرر فيها الزوجه انها هترفع دعوى او بتبقى عارفه ان هو هيتم الطلاق والانفصال، فاحيانا هو بيبقى خلاص احيانا الطلاق. بيبقى بتحتفظ ببعض الاوراق او مثلا هي مش المفروض تبقى عارفه دخله، يعني المفروض ان عارفه دخله، بس المحكمه اثبات الدخل المحكمه لها مستندات يا استاذه مها. وبعدين انا برضو ارجع لموضوعنا، انا ما قلتش كل الزوجات
كل الزوجات ما بيتمش كده. انا بقول بعض الزوجات بتبقى عارفه تقول لك انا التحوط أأمن ليا، أنا ما حدش عارف بكرة يحصل إيه، وفي واحدة لا افترض افتراض حسن النية، طب المفترض الحسن النية دي دي المفروض تساب دي بقى يعني هتعمل إيه؟ المفروض على الزوج إنه إيه؟ إن هو النهاردة يعاقبها ولا يتساب على هذا الأمر؟ بمعنى إن أنا النهاردة زوجتي بيعقب. مفترض فيها حسن النية ما بيعاقبهاش يعني؟ نعم بيعاقبها لا ما يعاقبهاش هي اللي الطلاق هو بيعاقبها عشان هي اللي بتبقى طلقة لا ما يعاقبهاش لسبب أنا عايز أقول إيه؟ أولا بصرف النظر عن أي كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال كده دي رفقة زوجة أنت مفروض تديها لها نفس الأولاد نفس القصة أنا بلوم برضه على الزوجة اللي بتستغل رؤية الأولاد في موضوع النفقة طيب أنا هرجع تاني عندي سؤال أستاذة منى مسمعية تليفون أحمد من القاهرة ألو صباح الخير يا استاذه ماها صباح الفل اهلا وسهلا ازاي سعد حضرتك كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك طيب سعيده عليك كده وعلى الاسره وعلى الانسان الفاضل اللي معاك ميرسي يا فندم اتفضل احنا عايزين يا استاذه ماها نرجع لاعاده تنسيق قسيمه الزواج قسيمه الجواز من الاول ايوه لو قسيمه الزواج كتب فيها في الظهر في الاخر انه في حاله الطلاق يكون نفقة الزوجة 1000 جنيه في الشهر تزاد 10% سنويا بغض النظر عن دخله يعني لا ما هيبقى في اتفاق ما بين انا بقول مثلا يعني 1000 جنيه انما هيكون في اتفاق ما بين الاب للبنت والعريس اللي جاي يتقدم هو جاي يتقدم النهارده في عقد يكتب فيه لا قدر الله في حالة الطلاق هو يقول انا ممكن اديها نفقة بعد من ساعة الطلاق قد كذا النفقة للطفل الاولاني قد كذا النفقة للطفل الثاني قد كذا وتزايد 10% سنوية يبقى احنا كده قطعنا وقت كبير جدا على المحاكم والست تقعد تدوخ طول السنة تثبت حد الزوج وهو كان دخله كام ومش كام انما العقد شريعة المتعاقدين لو قسيمة الزواج تعاد تنسيقها من الأول اللي عايز يكتب يكتب واللي مش عايز يكتب بقى تبقى هي حرة بقى هي وباباها إن هي إيه ما كتبوش طيب إنما هي تتحط وتبقى اختيارية اللي عايز يكتب في قسيمة الزواج دي هتحل مشاكل كتيرة جدا حتى يتضاف بعد كده كمان فيها لا قدر الله في حالة الطلاق الرؤية تكون إزاي للأطفال وفي أي مكان وتتحدد ويبقى احنا ريحنا المحاكم في حاجات كتيرة جدا ووفرنا على الست تقعد تدوخ سنة عقبال ما تاخد نفقة طيب الصراحة يا ريت تنسيق قسيمة الزواج انا هاخد رأي بقى للسادة المختصين عشان انا مش عارفة قانونا ده يمشي ولا ما يمشيش وهنرد على حضرتك هو موجود وثيقة الزواج لما لا. تم تعديلها في مؤتمر السكان في شروط بقت فيها مكتوبة شروط إذا أراد أحد الزوجين أن يتفق على الشروط أنها تكتب فيها طيب. في الظهر فعدة شروط طيب لكن النهاردة أنا مثلا الزواج بعد 20 سنة 1000 جنيه دي هتكون إيه فضلا طيب عن الدخين بحسن نية حسن نية برضو حسن نية طيب هاخد إبراهيم ألو طبعا الخير عليكم يا ميعاد اتفضل يا فندم صباح الفل بعد اذن حضرتك هو انت قلتي في المقدمه فعلا السؤال والحل حضرتك قلتي نتيجه للدد في الخصومه الزوج والزوجه الاولاد في النهايه برضو ضائعين والاثنين خسرانين والاستاذ المحترم معجاج وهو خبير فعلا قال حاله حصلت لي وهي انها اثناء سفري استعدت لهذا الموضوع او استعدت انها اخذت عقود اصليه من عندي وبعض العقود صورتها وكانت مستعدة وأنا ما أعرفش كل حاجة وفعلا استخدمتها استخدام سيء كمان استخدام سيء لمنع الأولاد إن أنا أشوفهم بدون أي ضغط أنا نفسي في هذه المشكلة اللي بين للعيان إن الرجل والمرأة والعيال خسرانين طيب ما فيش قانون أحوال شخصية يتم تعديله بحيث إن نضغط على المرأة تبقى اللي غير سوية توري الأبناء للوالد الرجل نضغط عليه اللي مش عايز يدفع النفقة القانون يلزمه إلزام صارم ان يدفع ويصرف على اولاده احنا عايزين تعديل فعلا للقانون ده بحيث ان احنا حرام الاسره المصريه فعلا بتدمر بعد اذنك في لحظه بسيطه بس لانك انسانه محترمه في ولي امر وصل لي رساله وقال لي ارجوك وصلها للاستاذه مها موسى هو بنته في مستشفى صدناوي جامعه الزقازيق في الحضانة اسمها ريماس مصطفى محمد اليماني وعندها مشاكل في القلب رهيبة
بيرجوك تتوسطي عند مستشفى الدكتور مجدي يعقوب او مستشفى اطفال مصر. خليك معايا يا استاذ ابراهيم. حاضر خليك معايا خليك معايا. ممكن ناخد رقم الاستاذ ابراهيم لو سمحتوا بس عشان نلحق نودي البنت المستشفى. خدنا الرقم. طيب حاضر حاضر يا استاذ ابراهيم. معايا حامد. الو استاذ حامد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. ارجوك انا حامد هيوم بشتغل خادم مسجد. على ايه يا فندم؟ بشتغل خادم مسجد. اتفضل. انا دلوقتي مش بتصل عشان اتكلم مع ساعدنا دلوقتي. انا بنتي بقالها 5 سنين من شهر 12 2013. طلعت كانت متجوزه وطلعت سابت بيتها. جوزها خد بنتها وهي عندها 10 شهور. الناس اتدخلت بالود واتدخلنا بالمحكمة. بنتي لحد دلوقتي لحد النهاردة لا شافت بنتها ولا بنتها تعرفها ولا هي تعرف بنتها لحد دلوقتي. وحصل طلاق يا فندم؟ وحصل طلاق. محامينا ومحاميهم يا فندم اتفقوا مع بعض الأيمة المنقولات سرقوها من البتاع. بنتي واخدة سجن سرقة و5000 جنيه. ويعرفوا مكانه؟ انتوا عارفين مكانه؟ ايوه عارفين مكانه. وعارفين مكان هو من. طب يا فندم تروح نيابه الاسره وتقدم طلب بضم الصغيره. بيصدر قرار في خلال شهر من المحامي العام بضمها وتنزل تنفذ عليه وتاخد البنت. حكم محكمه معانا قرار محامي عام وقلنا حكم محكمه وما فيش فايده. ما حدش نفذ. ايه اللي مانع التنفيذ؟ يا فندم ما فيش حد بينفذ معاهم فلوس. مش هو عارف المكان؟ بينزل عن طريق الشرطة وعن طريق الأخصائيين. يا فندم أقول أرجوك عافوا معانا واعمل اللي هتعمليه. رحت المجلس القومي للمرأة بقالي سنة بروح المجلس القومي للمرأة وديت لهم الأحكام. طب احنا نقدر نساعده ازاي يا أستاذ هون؟ رحت مشكلة تنفيذ عادي سهل طالما عارف مكانه. لأن هو لو امتنع عن تنفيذ الحكم هيبقى فيه جمحة ويتحبس تنفيذ القرار. طيب شكرا يا استاذ حامد. شكرا ليك. لو حابب انك تسيب رقمك والاستاذه منى ممكن تتواصل مع مشكلة. بنتك. طيب استاذه عصام حضرتك كنت بتقول ان ما ينفعش نكتب حاجه زي كده. تفاصيل الحاجات دي كلها ما بتتكتبش في قسيمه الزواج. ليه؟ أولا مش قانوني يعني؟ لا 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 مش حاجات مش قانوني. قسيمه الزواج اعدت مخصوصا لاثبات وتوثيق الزواج وليست لتلك التفاصيل اللي احنا بنقول اللي هي لن يتسع لها اكتر من 20 ورقه بما فيها النفقه. دي حاجه. الحاجه الثانيه لان مش النفقه بس انا هتكلم بقى يعني هو بيتكلم على النفقه. طبعا هتكلمنا على الرؤيه، هتكلمنا على الاستضافه، هتكلمنا على في حاله الزواج من اخرى، هتكلمنا على كل الشروط المتعلقه عشان خاطر لو في اي حد فينا اخل بتلك الالتزامات يبقى انا من النهارده حولت قسيمه الزواج لدفتر. هذا امر. الامر الثاني ما اقدرش اكتب 1000 ولا 2000 ولا 5 ليه؟ لان ده بيتعارض مع نصوص القانون. نصوص القانون بتقول احوال الشخصيه تستحق النفقه للزوجه وتقدر حسب حال الزوج عسرا او يسرا. يعني بمعنى لو هو غني هتاخد منه مبلغ كبير، لو هو متوسط الحال تاخد منه مبلغ متوسط، لو فقير بشرط الا تقل عما يفي بحاجتها الضروريه. بمعنى لو هي بتاخد النهارده 10 قروش ممكن بكره يحكم لها يرفع دعوه تخفيض نفقه. النهارده الوظيفه اللي كان بيترزق منها او العمل اللي كان بيترزق منه ممكن هو النهارده بيدفع 10 قروش انه يستطيع. ممكن بعد كده يقل. النهارده يكون في حاله عسر ما قعدش بيخش له الدخل ده فبيرفع دعوه تخفيض نفقه. طب استاذه منى فرضا دلوقتي ان الزوج بيشتغل يعني شغل مش حكومي او ما فيش عقد يثبت الكلام ده، فدلوقتي هي هتقدر تثبت اجره ازاي؟ ده بيتم عن طريق حاجتين. اما انها بتتحرى عن طريق اسم الشرطه ان هو طبعا كل مكان لسه ما زال موجود شيخ الحاره اللي بيبقى عارف فلان بيشتغل ايه او يسال الجيران او كده. ده بيجي بس برضو بيتم فيه التلاعب في جميع الاحوال. اقول لحضرتك حاجه، ده الناس بتبقى في عماره واحده مش عارفين بعض ولا عارفين بيشتغل. لا بيتعرف الكلام ده في المناطق الحديثه هي اللي بيبقى مش عارفين بعض زي حدائق الاهرام اكتوبر الكلام ده. لكن معظم بقيه الجمهوريه لا معروف. طب هو هيتحرى عنه وبعدين ما هو مش حضرتك قلتي ان هي الزوجه بتروح الاسم بتقول له مثلا ده بيشتغل كذا وبيشتغل في الحته الفلانيه وبيعمل كذا بتديله الخط اللي يمشي عليه. طالما جه مبلغ ان تم التحري وان الزوج دخله الشهري كذا المحكمه بتاخد بيه بناء على التحريات. الطريقه الثانيه ان لو تعذر هذا الامر وان هم ما وصلوش له المحكمه بتحلها للتحقيق.
ان انت تجيبي 2 شهود يشهدوا وهو ينفي ذلك لو تم، والمحكمة هي الرأي الأرجح بين انها تطمئن لشهادة مين من الاثنين. الكلام ده بياخد وقت قد ايه يا استاذة عصام؟ ده هي تكون يعني شوفي يعني القانون قال يا استاذة معايا هنا النفقة بتستحق للزوجة من تاريخ العقد الصحيح حتى وان لم تسلم لم يتم الدخول بها، يعني اللي مكتوب كتابها او المعقود قرانها تعتبر زوجة حكما وتستحق النفقة لو حبت انها تطالب بيها اللي هو اللي عقد عليها حتى لو ما كانش زفت اليه. وبالتالي النفقة من 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 برضو من 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 الحاجات اللي هي اليقينية اللي بتحسم النفقة انها بتستحق على الزوج لا تسقط الا بالاداء او الابراء. طيب انا عايز اثبت دخل الزوج زي ما حضرتك بتقولي، الزوج يا اما يكون موظف يا اما يكون غير موظف صاحب حرفة او مهنة. الموظف سهل جدا ان انا بروح جهة عمله، وان كان ده للأسف الشديد برضو في تلاعب لان بعض الموظفين في الشركات الخاصة ممكن يقدم مثلا استقالة وهمية بيتفق مع صاحب الشغل على كده. لا وانا بكلم لأصحاب الحرف او الناس اللي ما بتبقاش ليها تعاقد، اللي ما لهاش تعاقد او اصحاب الحرف بيتم عن طريق اسم الشرطة ان انا بقول ان زوجي دوت شغال كذا، للأسف بقى سباك نجار حداد مش عارف ايه، ما بتقدرش تجيب. ما انا جاي لحضرتك ما بتقدرش تجيب الدخل الحقيقي، دي اللي بتظلم، دي اللي بيتم الظلم ليها. ليه ما بتقدرش تجيب النفقه الحقيقيه حتى لو جيت تحري بان هو بياخد قد كده؟ القاضي على اساس النهارده عارف ان التحري ممكن يكون مبالغ فيه وممكن يكون اقل من الحقيقي، فبيديلها النوع بالظبط القيمه المتوسطه. لكن اللي انا عايز اقوله في كل الاحوال لو كان الزوج معسر يعني صاحب مهنة ومعسر، فالنهاردة من حق المحكمة وفقا للقانون ان هي تدي للزوجة نفقة اللي هي ألا تفي بحاجاتها الضرورية. يعني ايه ألا تفي بحاجات ضرورية؟ يعني يجي واحد موظف يقولك انا باخد 500 جنيه، القاضي حاكم ب400 جنيه ازاي حاكم عليا ب400 جنيه وانا باخد ب500 جنيه؟ لان القانون النهاردة ادى النهاردة جزء او مساحة من المرونة للمحكمة ان هي لا تقل النفقة عن ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية. طيب اللي حضراتكم بتقولوه ده انا يعني مش عيب قوانين على قد ما هو عيب مجتمع. هو يعني فعلا زي ما انتوا كنتوا بتقولوا اللي عايز بعد كده بعد الطلاق، اصل النفقة يا جماعة مش وسيلة انتقام، النفقة ما ينفعش تكون وسيلة انتقام. زي ما قلنا العقد شريعة المتعاقدين هو خلاص استحالة الحياة بالنسبة للاثنين دول، فمش هيقدروا، فكل واحد يحترم العشرة ولو كانت حتى العشرة دي وقت قليل مع التاني، فيعني يتعامل بما يرضي الله. الجزء التاني زمان ليه ما كانش فيه النسب الطلاق الكبيرة دي؟ لأن كنا بنحاول مرة واثنين وثلاثة، كان في حسن اختيار شوية، كان في عدم تسرع، كان في عند ما كانش في عند قوي من الطرفين، اللي هو في ناس بتتجوز بالعند مش بس بيطلقوا بالعند، ويجب زوجته الجديدة انها ترفع عليه دعوة نفقة عشان تقتسم النفقة بينه وبين مطلقته. يعني في حاجات ترفع عليه دعوة. اصبحتوا بتخوفوا الناس من موضوع الزواج وموضوع الارتباط، كل بنت بتبقى مضغوط عليها ضغط غير طبيعي من المجتمع ومن الناس ومن الناس اللي حواليها كلها، وبعد كده بتتبهدل. ولو ما تبهدلتش بتبقى عايشة ما تقول لها خلاص انا مش هتطلق. العكس صحيح برضو، حتى الشاب ساعات بيتضغط عليه وبرضو بعد كده يقول لا اصل انا مش هطلق عشان خايف من مرمطة المحاكم. وهي نفس الحكاية، احنا عندنا مشكلة في المجتمع استاذة منى، مش مشكلة في القوانين. المشكلة الاكبر عندنا ان نسبة الطلاق حديث الزواج تعدت 30%، اكتر واكتر اكتر كمان. اكتر من 30، احنا كل دقيقتين حديث الزواج، كل دقيقتين في، يعني واحنا قاعدين دلوقتي في الساعتين دول شوفوا كم حديث الزواج وكبار السن. يعني مثلا الزوجه بتبقى مستحمله من حالات الطلاق بتتم في السنه الاولى من الزواج 80%. وانا اسفه انا ما سميش ده زواج كده، ده مش زواج. يعني لانك انت النهارده ما بقاش زواج عائلات، يعني مثلا النهارده الزواج بقى بيتم بدون ما بقيت العيله بتعرف. يعني المفروض يبقى في سؤال الاشهار الحقيقي اللي كان بيتم زمان مش موجود النهارده. عارفه ليه يا استاذه منى؟ عشان ما بنطبقش شرع ربنا. من ترضونه دينه وخلقه. بالظبط. انا الولي عليه دور ان انا اتحرى عن هذا الشخص من ناحيه الاخلاق، من ناحيه الدين، من ناحيه المبادئ. كل مشكلتي انا ده هو داخل عنده عربيه ايه؟ راكب ايه؟ عامل ايه؟ عنده فيلا فين؟ عنده شقه فين؟ وبعدين بهمل كل الاساسيات
اللي الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا قال كده. ما لا وبعدين انا برضو استغرب من قصه ايه اصل ابن حلال. ايوه ابن حلال ممكن يبقى حلال محدد اصل دي كويسه بنت حلال حلو. لا ومش يعني بشوف هو ليه كبير ارجع له ولا أيوة لا. لا وفي نقطه في انا نقطه القبول دي برضو بتبقى مهمه جدا. اللي بيجبر الاثنين على فكره كنت لسه الاسبوع اللي فات حتى كنت بقول ده اللي بيجبر الاثنين ان هم يقدر او عفوا في كلمه يكبر بس اللي بيخليك ان انت عندك القوه او انت عندك القوه ان انت تكملي في العلاقه دي او تتجاوزي عن المشاكل او يحصل حاجه انك تبقي فعلا مقتنعه ان هذا الشخص انت عايزه تكملي او انت العكس. انما لو احنا مش شايفين بعض قوي طول الوقت فاي تلكيكه هتبوظ الدنيا برضو او هتعيشوا مع بعض في الانفصال اللي هو بقى وما بقاش فيه صبر زي زمان يعني. برضو انا عايز اقول جزء كبير قوي 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 برضو عشان ادي حقوق للزوج او حق للأزواج في بعض الحاجات. نسبة كبيرة جدا برضو مش عايز أقول بلا مبالغة لا تقل عن 70-80% من العناد من الأزواج في دفع النفقات اللي هو قانون الأحوال الشخصية والغبن اللي واقع عليه في دعاوى الرؤية. يقول لك أنا بشوفش ولادي أنا بشوفش ولادي أدفع فلوس ليه يعني يدفع فلوس ليه هو جواه كده. يقول لك أنا بشوفش ولادي هي بصي بتغلبني عشان أشوف الأولاد. أنا بشوف الأولاد ثلاث ساعات اديني فرصة بشوف الاولاد ثلاث ساعات بتبقى جايه شحنه للاولاد ضدي ما بتجيش مره واثنين وثلاثه. ولما بحب اسقط الحضانه الحضانه بتنتقل لامها ومش من حق الاستضافه مش من حق والدي يشوفهم مش من حق والدتي تشوفهم مش من حق امام الولد يشوفوهم. طب انا لما بطلب ابني من طليقتي عشان استضيفه تقول لي لا طب ادفع نفقه ليه يعني انا عايز اقول له لا ليه ما هو في عناد بقى. لا هو لا ليه المفروض ان الزوج والزوجة بعد الطلاق يكونوا متحضرين شوية ان العلاقة بتبقى كويسة. انا عندي حالات كتيرة الاولاد هي بتوصل له الاولاد ويباتوا عنده يوم وكده ده راجع لسلوكيات الاشخاص لا قانون هيقدر ينظمه ولا هي بتبقى خايفة منه ولا ليه بتردش تعمل في حالات كتيرة. انا عايز اقولك على حاجة في حالات كتيرة مثلا ممكن ياخد الولد ويمشي يمشي فين ياخده ما يرجعهوش ياخده يعني؟ ودي حالات حصلت كتير. انت النهارده ما عندكيش الرقابه في الرؤيه اللي نص عليها القانون. انت بتروحي في نادي المسؤولين عن النادي مين امن او موظف ما فيش الاخصائيين اللي يكونوا موجودين ينظموا علاقه الرؤيه دي. ممكن اساسا هي الراجل يبقى اوكي قاعد وابنه قاعد معاه وما مش عايز تمام اتفضل يبقى قاعد معاه وما بيتكلمش معاه ممكن يسيبها تتعذب ممكن يجي مثلا 3 ساعات الربع ساعه الاخيره في الثلاث ساعات. فالعمليه اصبحت التنظيم ده محتاجينه مفيش تنظيم في الرؤيه من ناحية نفسها التفعيل الواقع بس لو في اتفاق هو بيروح يقضي يوم مع باباه او ما هو النهارده اصبح اذا صدر عدم دستوريه نص قانوني بتاع عدم رؤيه الاجداد ده بقى النهارده في من حقهم يرفعوا دعوى من حقهم يشوفوه. طيب معايا ام عبده من الغربيه. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا فندم. ازاي حضرتك كل سنة طيبة وحضرتك طيبة تفضلي. انا بقول لحضرتك انا كنت عاملة نفقة من 2014 ونفذتها 2016 شهر 3 بقول لحضرتك انا دلوقتي يعني هو قاعد 3 سنين متغيب عننا عشان كده رفعت النفقة ونفذت هو مش هنا فهو رجع لسه بقاله 4 شهور اهو. بس انا عمال يقول لي خلاص بقى روحي تنزلي وكده فانا خايفه يعني لو اتنزلت عنها هرجع ادوخ تاني الدوخه دي واعملها تاني ولا ايه. حاضر هرد عليك. عايز اسال الاساتذه بس يعني حاضر حبيبتي ممكن اوقفها ولا ممكن نلغيها وعايزني الغيها خالص بيقول لي الغيها هو لسه ما دفعش المتاخرات دي المتاخرات. حاضر عيني هنرد عليكي حالا ناخد بس ايمن ونرد على الاثنين مع بعض. اتفضل استاذ ايمن. الو صباح الفل. أنا بطلب من حضرتك في الأول إن حضرتك تبقى إعلامية مميزة عن باقي الإعلاميين في تداول المشكلة دي. المشكلة دي مش عايزة اتنين ضيوف من حضرتك يمثل كل طرف، دي عايزة كاميرا من حضرتك تنزل تروح محكمة الأسرة تشوف النفقات اللي بتقرر على الرجالة قد إيه، وتنزل كمان تروح أماكن أندية الشباب اللي بيبقى فيها الرؤية عشان تشوف إزاي المعاملة الـ يعني المش محترمة من بعض الناس تجاه الاباء لما بيجي يشوف ابنه. فالموضوع مش عايز تعاطي من اثنين ضيوف مع كامل احترام لاي ضيوف حضرتك اللي حصل الفتره. انت عايزنا نبعت الاماكن بتاعه الرؤيه ما احنا بنقول شوفوا النفقات
في حملة احنا دلوقتي. متفقين ان اماكن الرؤيه مش كويسه على فكره. لا كمل لحضرتك معلش. في حمله من المجلس القومي للمراه وبعض نواب مجلس النواب انه النفقه قليله، مفيش نفقه قليله، انا معايا اصدقاء بتدفع 3000 جنيه نفقه او 6000 جنيه نفقه في الشهر، وفي ناس بتاخد 300 جنيه و250. انزلي حضرتك، انا بقول لحضرتك دلوقتي انزلي وشوفي القضاة النهارده بيحكموا على رجاله بمبالغ كبيره. النقطه الثانيه عايز اتكلم فيها كانت الاستاذه اللي مع حضرتك بتتكلم عن طريقه ازاي بيجيبوا التحريات. بص حضرتك ده مزاد، يعني انت النهارده شيخ الحاره ده مزاد، يعني انت النهارده اللي يدفع اكتر ياخد ضعفه ومزاجه، يعني بيقول بمزاد. اسمعي اسمعيني، انا بقول لك عن حاله ليا، انا اتكتب ضدي في تحري كلام مش موجود، ورحت عملت شكوى، وللاسف في وزاره الداخليه عشان تاخدي حقك ده بيبقى صعب، رحت مديريه رحت اكاديميه شرطه اللي فيها الوزاره، رحت مديريه امن القاهره عمل شكوى نقطه المتولي، دخت في 7 دخات وفي الاخر ما خدتش حاجه، والقاضي مشي بالتحريات دي مع انها للاسف ما كانتش حقيقيه. لكن انا عايز ليك الحق قانونا تطعن على التحريات وتحلها للتحقيق، وبطلب انها تروح لجهه اعلى التيكس تايم تاخد وقت، وعندك استئناف بعد كده تطلب فيه الحاجات دي والتحريات تاني. طلبي لحضرتك ابعتي كاميرا او شوفي الاحكام اللي بتطلع بنفقات قد ايه دلوقتي. النقطه الثانيه يا فندم حضرتك، النهارده المجلس القومي للمراه بيعمل مشكله او مش بيعمل مشكله، انا بس عايز الفت نظري الناس مشكلة في إيه؟ مشاهد رجال او ستات، انا عايز قانون متكامل يحمي الطفل، مش الراجل والست، مش يجي على طرف ضد طرف. انا هدي حضرتك مثال بيدوري عليه لو عندك وقت، سلطنه عمان الامارات العربيه المتحده، كل الناس دي عندها قوانين اسره ما عندهاش مشاكل بتاعتنا، ناخد قانون زيهم ونعمل زيه، ما يجيش على طرف ضد طرف. كتير اللي بطلبها من حضرتك. لكن حاضر، بص يا ايمن عندي تعقيب صغير على كلامك، واضح ان في عندك كمان انت مشكله شخصيه هقوله لك حالا بس عشان نلحق نرد على الناس. حاضر يا ايمن، وهنبعت حاضر اماكن الرؤيه، انا عارفه انتوا طلبتوا مني الطلب ده كذا مره قبل كده، بس لا حقيقي محتاجين احنا كمحامين كمان. هروح حاضر والله. معايا عمرو. الو يا عمرو. الو خير يا فندم. صباح الفل يا فندم، اتفضل. حضرتك لو سمحت انا كنت عايز، يعني انا لسه متابع البرنامج دلوقتي ولسه شايف حضرتك. فكنت عايز اتعرف على الشباب الضيف اللي معاكي، وعندي مشكله عايز اعرضهم عليها. مشكلتك ايه فن؟ مشكلتي انا متجوز من 7 سنين حضرتك، وعندي ولدين. ايوه. كبير 5 سنين والصغير سنتين. وعندي اهل مراتي بيحرضوها ودخلونا في مشاكل على طول. هي لسه على ذمتك؟ لسه على ذمتي. تمام. اخر مشكله دي جم اخذوها من البيت وسابت سابت العيال طفلين، عنده كبير 5 سنين والصغير سنتين، سابهم دلوقتي بقى لها 75 يوم او يعني داخلين في 3 شهور اهو. وما بتشوفش ولادها يعني؟ ايه؟ ما بتشوفش ولادها؟ لا ما بتشوفش ولادها، حضرتك هي اللي سابتهم ومشت واهلها بيخيروا. هي طالبه ايه يعني؟ ايه طلبها عشان ترجع؟ طلبها حضرتك ان انا شغال في المدينه الجديده اللي ماشي اللي السيد الرئيس بيعملها في العالمين هنا. ماشي، وبنزل كل 12 يوم حضرتك. ايوه هي 12 يوم 5 ايام. فاهلها طبعا اقنعوها ان هو جوزك ياخدك معاه العالمين، ماشي، يا اما يسيب شغله ويجي هنا، يا اما ايه سيب له عياله وتعالى اقعدي. مش بتيجي تقعد عندنا. فطبعا وصلنا للنقطه ديت، اختلفنا، طب اسيب شغلي ازاي؟ طب اكل عيشي؟ طب حد لاقي شغل اليومين دول كده؟ ماشي، راحوا مسايبين لي العيال وماشي. طب وايه صعوبه ان انت تاخدها معاك في شغلك هناك؟ حضرتك تأجر مكان وتكون موجوده. أجر مكان هنا في الشقه حضرتك ب 5000 جنيه وب 7000 جنيه. مش هيقدر. منطقه سياحيه. وبعدين كمان مدارس ومدارس الولاد، اي منطقه سياحيه جنبيها منطقه اخرى للعالمين يدور وما لقاش. وانا كمان لا يعني اكيد في مبرر، لان في ناس كتير قوي بتقول كان هو بيقول ان هي بتقول سيب الشغل يبقى ازاي تروح معايا. لا ما هي بتقول، ما هو بيخيره لا ياخدها وشغله، لا هيبقى عليه طبعا، هيبقى عليه هناك طبعا. الفلوس اللي هيشتغل بيها هيدفعها ايجار. ما هو مين عارف مسؤوليتها ايه او الضغوط اللي عليها ايه في خلال ال 12 يوم دول؟ معلش بس انت سايبه واحده وصغيره السن 12 يوم معاها اولاد، ما هي مش محتاجه المسؤوليه المال بس فقط. يا استاذ عمرو، تقدر تاخد المدام واولادك معاك؟ يا فندم حضرتك اسمعي مشكلتي للاخر وبعد كده حضرتك انا هسمعك، بعد كده انت علقي على مشكلتي
وبطلب من حضرتك ان انا جاي اعمل حلقه مع حضرتك واجيب اولادي واحكي مشكلتي، لان انا بقالي 7 سنين في مشاكل بسبب اخوها وبسبب اهلها. اه يعني محدش بيقول لها عيشي، محدش بيقول لها عيشي، محدش بيقول لها ماشي العيشه صعبه وهي ما هيش مطيعه، يعني هي بتسمع كلام اهلها اكثر ما بتسمع كلامي. انا دلوقتي متضرر، والدتي عندها 95 سنه هي اللي بتخدم اولادي، وانا مش لاقي. يعني طلبتهم ان انا اقعد في قعده عرفيه ان احنا نقعد نحل المشوار، يا تعيش بمرضي الله تنفصل بمرضي الله ونشوف العيال هيبقوا ازاي ونعيش عشان خاطر المشاكل دي. ما همش راضيين. طب يا عمرو ممكن استاذنك تسيب لنا رقم تليفونك؟ عايزين بس نعلق على المشكله بتاعت ام عبده دلوقتي. المشكله كانت انها لا طبعا هي انا مش معاها انها تتنازل عن الحكم الصيغه التنفيذيه، لانه هو اصلا لا يضير شيء، لا يضير شيء ان الحكم معاها. بس هي هو ليه عايزها تتنازل؟ لا هي معاه، هو كويس معاها وبيأدي لها النفقات. ممكن لو هو يعني خايف ان هي تقرر النفقات المتجمد اللي عليه ياخد منها ورقه بابراء الذمه عن المبالغ دي، لكن هي تتنازل من غير ما يدي لها الفلوس لا انا مش معاها طبعا. وخاصه هي ممكن ان شايفاه معسر معاها الحكم ما تنفذوش عليه، طالما شايفاه معسر لما يتيسر حالته الماديه النفقه دي عليه وتقدم عن كافه الديون. طب استاذه منى حضرتك هي لو اتنازلت عنه زي خوفها صح انها هتدوخ نفس الدوخه وتثبت نفس الاجراءات. يعني حضرتك برضو مش مع ان هي تتنازل، مش معها انها تتنازل عن الحكم، لكن هي ممكن تبريه كل فتره عن المبالغ ان هي خدتها. وده هيخاف من ايه طالما انت نيتك انك تستمر؟ هتخاف من ايه؟ وطالما لو خايف ان يتراكم عليك ديون كل سنه خد منها ابراء عن السنه وانتهى الموضوع. طيب احنا معانا تليفون. طيب الفكره كلها ان احنا نبقى عايشين مع بعض بورق وطريقه تجاريه جدا في التعامل. انا الحقيقه بتضايق جدا من الكلام ده، بتضايق جدا لما اشوف مشاكل من هذا النوع، ضغوط غير طبيعيه على الاثنين، ضحيتها الولاد. وبصوا لو ما فيش ولاد بتبقى انت وقتكم هو الضحيه، الوقت اللي ضاع ده انتوا الوحيدين اللي بتدفعوا الولاد تمنوا. ولو ما فيش ولاد ده يعني لهم عقده نفسيه مهما كان مهما كان الطريقة أو مهما كان واقع على حد ظلم، مش المفروض إن أنا أنقل هذا الإحساس لولادي أبدا. يعني لازم هي الفكرة كلها إن الأستاذ اللي كان بيقول لي شوفي في دول تانية بتعمل كذا وكذا وفي قوانين، حتى لو القوانين موجودة وحتى لو القوانين اتنفذت برضه هيفضل في عقدة نفسية بسبب إن إحنا ما بنراعيش ربنا، ما بنحترمش نفسنا ولا بنحترم اللي قدامنا في التعامل. وللاسف الشديد خلاص مفيش كبير، يعني مفيش حد في الاخر عندي ارجع له اقول له كذا صح ولا لا. ده بالعكس ده ممكن يكون ضغط على الطرفين من الناس الثانيه او من الناس اللي حواليهم سواء اهل او غيرهم. الموضوع بقى غايه في الصعوبه والتعقيد، العلاقات بقت فعلا منتهى التعقيد. زمان يا فندم لما كانت الست تسيب بيتها كان والدها بيرجعها، ولو الراجل ساب الست اهله يقولوا له لا انت عشان عيالك انت هتلاقي زيها. النهارده لا، الاثنين لا، سيبوهم واتجوزوا غيرهم، ما بقتش احسن منها احسن منه، بقى الاثنين انا مش هظلم حد فيهم. بس بتحصل. انا عايز اقول حاجه للازواج. طيب تعليق اخير استاذ عصام اتفضل. عايز اقول حاجه للازواج، يعني انت النهارده علاقتك بزوجتك اذا كانت انفصمت تلك العلاقه بالطلاق هي لها حقوق، نفقه عده، نفقه متعه، اذا كان لها متجمد نفع عن مده سابقه بتديها لها لان دي حقوقها. طيب. وحق ربنا يعني انك انت تديه لها، وربنا سبحانه وتعالى قال هذا الامر. طيب. اما اولادك بقى انا بنادي، يعني انا فيك الشهامه والرجوله، انا يعني شايف انك انت تعوض عن اولادك. اذا كنت انت بتصرف 10 قروش وهم معاك مستقر، مفروض انك انت تزيل هذا الالام اللي اصابتهم من جراء طلاق والدتهم، انك انت تعيشهم في عيشه افضل من اللي كانوا عايشينها اثناء ما كنت انت مستقر مع زوجتك. انا في النهايه بشكركم، شكرا جزيلا استاذه منى الكراشي المحاميه وعضو لجنه المراه بالنقابه العامه للمحامين، شكرا جزيلا. شكرا لك. بشكر كمان استاذه عصام عجاج المحامي بالنقد، شكرا. اشكرك. وفي النهايه ومش حازها ابدا ان انا اقول لكم يا جماعه نتأنى نختار صح، ولو وصل بينا الحال لا قدر الله للانفصال نقطه ومن اول السطر لو سمحتوا، علشان نقدر سواء انت او انت تعيشوا حياتكم. ابعدوا عن الانتقام، الانتقام ما بيعملش اي حاجه غير الدمار. شكرا لكم، شكرا للمتابعه، اشوفكم ان شاء الله على خير كل خميس وجمعه ونهايه الاسبوع، فكونوا على موعد.
سلام.